من فترة طويلة ومجتمعنا عايش في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطبي المذهل، ولقينا برضو ان الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة. ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانك مان أبحاث استمرت ل 15 سنة على مادة التيتانيوم، لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتصاقها بالعظم البشري، وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965، واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث، واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز، كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أهلاً بكم. برانك مان بالتأكيد قدم للبشرية شيء مهم جداً، التيتانيوم ده شيء في منتهى الأهمية في زراعة الأسنان، في منتهى الأهمية زراعة الأسنان كمان في تجميل الابتسامة. يعني الزراعة وتجميل زي ما بيقولوا وجهان لعملة واحدة. في الآخر أنا عايز أحصل على ابتسامة حلوة، عايز أحصل على أسنان جيدة. عملوا كمان دراسة مهمة قوي، لقوا فيها أنه دوكة كامبريدج كيت ميدلتون هي أجمل ابتسامة في العالم. دي دراسة عملتها جامعة مجلة ميرور أو موقع ميرور، لقوا أنه كيت ميدلتون دي رقم واحد. رقم اثنين هي هولي ويلو ولغبي اللي هي عارضة الأزياء المشهورة. تالت واحدة هي شيرل فرنانديز، دي رقم ثلاثة. رابع واحدة جات أنجلينا جولي. شوف خلي بالكو انه يعني أنجيل رغم ان هي الأشهر. ميشيل كيفن خدت المرتبة الخامسة، وإيما واتسون خدت المرتبة اللي بعد كده المرتبة السادسة، وجات جينيفر أنيستون يعني الجميلة في المرتبة التي تليها. خلي بالكو انه الجميلات ابتسامتهم بتتغير جدا وبيزيد جمالهم لما يروحوا لدكاترة. كل دول سنانهم ما كانتش حلوة، كل دول خضعوا لعمليات تجميل الأسنان، كل دول لجأوا لتجميل الأسنان. خلي بالكو انه تجميل الأسنان مهم جدا لحياة الإنسان حتى العادي، بدليل اللي احنا هنشوفه دلوقتي في موقف بيحصل، مش شرط بالشكل ده، في حتت كتير، بس ساعات يكون محرج جدا. تعال نشوف مع بعض. حضرة القاضي، حضرات المستشارين، اولا موكلتي سعاد كانت غايبه عن العمل باوراق رسميه، والاوراق موجوده، لذلك التمس المحكمه الموقره باعاده النظر بقضيه موكلتي سعاد اللي ما شفناها تبتسم قط. اي اوراق رسميه تتكلم عنها؟ كل الادله والبراهين تثبت ان سعاد هي المتهمه. هي المتهمه. هي المتهمه. هي المتهمه. يا ساد، وين الدليل اللي تتكلم عنه؟ دليل بالطريق. ها سيد القاضي، بهذا الدليل أعلن انسحابي من القضية. طبعا ده موقف كوميدي، يعني ما مش ما يعني ده دلالة على إن رد الفعل اللي ممكن يكون عند إنسان لما يشوف سنان مش حلو، ممكن ينسحب. مش لازم من القضيه، ينسحب من القعده، ينسحب من الخطوبه، ينسحب من الارتباط. النهارده حوار مثير جدا مع ضيف عزيز عليا جدا ومبدع في مجاله، وبيسعدني جدا حواره العلمي الدقيق واجتهاده المتميز في اداء وظيفه مهمه جدا في عالم الاسنان. ضيف العزيز هو الاستاذ دكتور كريم مدحت. علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه.
مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير. اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 مليمتر. الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. الدكتور كريم مدحت استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز دكتور كريم مدحت. أهلا بك يا دكتور كريم. نور دكتور. بنور حضرتك يا دكتور أيمن. عايز أبدأ الأول معاك، يعني هل طبيب الأسنان في بعض الأوقات يتحول إلى طبيب نفسي؟ دي مهمة جدا النقطة دي. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أنا بشوف من وجهة نظري إن علاج المريض أو نجاح الحالة اللي أنت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحة النفسية اللي موجودة ما بين المريض والدكتور بتاعه. أنا بشوف إن النتيجة دي بتفرق بقد إيه، أو الراحة النفسية دي بتفرق في أكتر من 60%. تمام، هو متقبل الكلام اللي أنت بتقوله، أوير وفاهم على وعي بالكلام ده، طالما هو مرتاح لك نفسيا متقبل الكلام ده وفاهم خطه العلاج بتاعتك. وكمان لازم ابقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعه المريض ده ناحيه هو بيعمل تجميل، سواء بيعمل تجميل او بيعمل علاج او بيعمل زراعه، اكيد في دوافع ليه. الدوافع دي ممكن تكون للشكل، يعني نتيجه شكل او مظهر او شكل مش كويس، ممكن تكون دواعي مرضيه. هو عنده مشكله معينه في المعده، سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشاكل كتير. فلازم يبقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لافضل نتيجه تناسبه، يبقى ساتسفايد 100%، يبقى راضي 100% عن النتيجه دي، واحنا كمان نبقى راضيين 100% عن النتيجه دي. في عالم التجميل الماتيريال المستخدمه، يعني اقصد بالماتيريال الزاركون، الايماكس، السيراميك، حسب بقى انتوا الحاجات اللي هي الجديده بقى. ده في حاجه دلوقتي جديده كمان هنبقى نتكلم عليها النهارده، في اللي هو الزيركون الاف اكس المالتي لاير. دي الطفرة أو التقدم الجديد في عالم السنان. هو بيجمع حاجتين، بيجمع ما بين صلابة الزيركون مثلا، دي الحاجة الموست ريسنت اللي هي آخر حاجة وصلنا لها دلوقتي، ما بين صلابة الزيركون والشفافية والشكل الجمالي قوي بتاع الإيماكس. بتاع الإيماكس وبالسلين. بالظبط. بيديك الاتنين، بيديك الصلابة بتاعته وفي نفس الوقت بيديك الشكل الجمالي قوي بتاع الإيماكس. ده مثلا مراحل التطور. هو أصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان إيه. كان زمان الكراون، او ما كانش فيه طبعا فينير من زمان. الكلام ده انا بتكلم من 30 سنه او الكلام ده، 20 سنه 25 30 سنه، ما كانش فيه طبعا فينيرز، ما كانش فيه الكلام ده. كانت كراونز. كانت الكراونز عباره عن متر معدن، طربوش معدني اللي كان بيتعمل في السنان اللي قدام دي، او سنه ذهب، ده اللي هو اثرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الذهب. الموضوع تطور لانه ما بقى الشكل جمالي، بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن ثراء او عكسه، هو مش شكل جمالي خالص. فبقت الحاجه للشكل الجمالي هي المطلوبه. فبدأنا السنة المعدنية دي أو التربوش المعدني ده نعمل له فيسنج. فيسنج يعني إيه؟ الوجهة بس من بره نحط عليها طبقة بلاستيك. الموضوع اتطور شوية لأنه هو مازال لسه مش هيجينيك، لسه مش متلائم مع أنسجة البق، مع اللثة، مع الأسنان، مع الحاجات دي كلها، وبدأ يعمل مشاكل مع الوقت. فبدأوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول كافرج بورسلين. هو برضو القلب بتاعه معدن بس غطوه كله بطبقة البورسلين عشان يبقى من بره ومن جوه الشكل جمالي. الموضوع تطور اكتر وقالوا لقوا ان المعدن ده، لقينا ان المعدن ده بكل بساطه هو مع الوقت بيعمل ديسكلاريشن، بيغير في لون اللثه على مرور السنين. تمام، لانه بيتفاعل مع اللثه دي بيغير في لونها مع الوقت. كمان هو اسناننا الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده. فبالتالي انا مستحيل اوصل بحاجه فيها معدن لدرجه 100% تجميل. بعد كده احتاجنا ان احنا نطلع الزيركون اللي عباره عن بلوكس بتتخرط عن طريق السرج، جهاز السرج ده تقدم او الطفره الكبيره. انا بشوف جهاز السرج ده الطفره الكبيره بقى في عالم التجميل والتركيبات والعدسات والكلام ده كله. شلنا المعدن، بقت التركيبات بتاعتنا عباره عن بلوك بتختلف الماتيريال بتاعته على حسب انا محتاج ايه في الحاله دي. انا عندي واحد هيفي بايت يعني عضته قويه فمحتاج له حاجه تجميليه بس الصلابه بتاعتها قويه، بنستخدم مع زيركون. عندي واحد تاني او مثلا هحتاج تركيبات كبيره شويه، هعمل تركيبات يعني اسنان مفقوده بس عدد اسنان كتير شويه. فانا محتاج في الحاله دي مثلا نتكلم عن الحاله دي. الحاله دي بصراحه اتعمل فيها شغل كتير. الحاله دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات ومعمول فيها شغل ليزر كمان. لان زي ما احنا شايفين السنان مش مرصوصه، الانياب جزء منها في اللثه نازله وجزء التاني طالع. تمام، الفراغات ما بين الاسنان كبيره. تمام،
محتاجين اشتغلنا شوية الأول على اللثة، وإحنا شايفين هنا في الصورة واضح إن إحنا شغالين بالليزر فيها. الليزر ده بقى من أهم التطورات برضو. الليزر ده هو بتقدر تقص اللثة بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسة بدون بينج بدون ألم، وبتشوف النتيجة بتاعته لحظية. ننسى بقى الجراحة وننسى المشرط وننسى الكلام ده كله. ليزر رائع طبعا. اه طبعا. اشتغلنا زي ما قلنا في الحالة اللي ورا دي ليزر عشان نرسم شكل اللثة، وبعد ما رسمنا شكل اللثة بتاعتنا بدأنا نعمل الفينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتري اليمين والشمال زي بعض، وشكل الأسنان وحجمها متناسق، وطريقة الكلام والنطق طبعا مختلفة لأن الفراغات دي قفلناها، ففرقت معها طبعا إن بوزيتيف واي طريقة كويسة. دي خدت وقت قد إيه؟ حالة زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسة واحدة وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا، يعني بتخلص حالة زي كده في خلال 3 ايام مثلا او حاجة، عشان بس نستنى الهيلينج بروسيس او عملية التطور بتاع الالتئام بتاع الليزر. بس ممكن ابتسامة بتاعت انسان تختلف عن ابتسامة انسان تاني حتى لو بينهم تشابه شكلي قريبين في الشكل من بعض؟ تشابه شكلي اوكي، بس هو برضو الابتسامه ما بيحكمهاش الشكل فقط. الابتسامه او تصميم الابتسامه بيحكمها عوامل كتير قوي. بيحكمها غير الشكل، يعني مثلا حاله زي دي التجميل او الناس بتسمع عن هوليود سمايل اللي هي الابتسامه الناصعه البياض. حاله زي دي هي مش ابتسامه ناصعه البياض، الحاله دي تجميل. الاسنان اللي فوق كلها جملناها لان طبعا فيها اجزاء مفقوده كتير وكسور وحاجات زي كده. دي ست، هي ست موظفه تمام، بشرتها مش فاتحه قوي، اسنانها مش فاتحه قوي، لو عملت لها حاجه ابيض ناصع اكيد هيبقى المنظر غريب جدا او ملفت. وهي ست كبيره وفي الشغل عندها، هي مش عايزه ان حد يبقى ملاحظ شكل اسنان يبقى حلو، هي تبقى راضيه عنها. ناتشرال جدا، ناتشرال جدا، يليق معاها، يليق مع بشرتها، يليق مع سنها، يعني يليق مع وظيفتها. اي حد يشوفها مش هيقول لها انت سنانك، انت محافظه على اسنانك. هو ده التجميل. هو التجميل مش نعمل حاجه بيضه باينه، هو التجميل تعمل حاجه كويسه شكلها حلو. ازاي نفرق، او بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل؟ بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه. حالة زي كده مثلا، دي حالة فينيرز تمام. الفكرة إحنا ليه اخترنا فينيرز مثلا، وده بيبين فرق ما بين دكتور ودكتور تاني. أنت جايب حالات حلوة. ليه اخترنا فينيرز؟ ميرسي لحضرتك يا دكتور. يعني مبسوط قوي وإنت عمال تنقل من حالة لحالة. ميرسي لحضرتك. فيها فن وبساطة، وبرضو عجبني لغايه دلوقتي الناتشراليتي اللي هي الطبيعيه بتاعت الحاله. ما هو ده التجميل. احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على اسنان بيضه بتنور، احنا بندور على شكل طبيعي حلو. حاله زي دي اول حاجه بنهتم بيها رقم واحد نتعامل مع المريض وايه الدوافع ورا التجميل بتاعك، نفهم السايكولوجي بتاعته ونفهم هو ايه الدافع ورا التجميل. رقم اتنين نعمل له دايجنوز، نعمل له تشخيص صح. محتاج شغل لثه، محتاج حشوات، محتاج تنظيف، محتاج ايه بالظبط. رقم اتنين نبدأ نظبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه. هل هيحتاج زراعة؟ مش هيحتاج لو أسنانه كاملة. طيب لو هيحتاج، لو أسنانه كاملة هيحتاج عدسات وهيدي له نتيجة أفضل عدسات ولا تركيبات؟ لأن أنا بيجي لي ناس دكتور أنا شفت العدسات وأنا عايز أعمل عدسات. ما هو حالتك مش هينفعها عدسات. العدسات دي برضو هي ليها مجموعة قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها. متوفرة عند حضرتك القواعد دي يبقى هتتعمل، مش متوفرة مش هتتعمل. لو مشيت بالتكرار ده او بالستبس اللي بقول لحضرتك، وطبعا اهم من ده كله لازم يبقى فريق عمل. الوان مان شو، الدكتور اللي بيعمل كل حاجة ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجة من الحاجات دي كلها. المفروض ايه اللي بيحصل؟ المفروض كل في تخصصه. احنا قلنا تشخيص، تريتمنت بلان تتحط، ويبقى دكتور التجميل ده مايسترو بيشغل حبة ناس حواليه، دكاتره حواليه، زملاء ليه اللي بيشتغل على اللفه واللي بيشتغل على الفينيرز بالظبط عشان نطلع النتيجه الممتازه. بيفرق عن ايه في ايه؟ زي ما بقول لحضرتك دكتور بيمشي بالمنهج ده ودكتور تاني ما بيمشيش بالمنهج ده، اكيد نتائج مختلفه خالص. في بقى دايما في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشره التجميليه، مين اللي ينفع له القشره التجميليه، وخصوصا الناس بتتلخبط بين القشره والكراون. القشره دي مبدئيا نعرف للناس القشره عشان يبقى عندها فكره هي ايه القشره التجميليه. القشره التجميليه دي هي عدسه خزفيه خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميليه، ايماكس اشهرهم تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيره في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنه مكسوره، كسور صغننه في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده. دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها تمام.
بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده نص سنه مكسوره احنا خرجنا برا الفينيرز، ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعه اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 جدا، وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير. ونبدا نظبط. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير؟ لا، مفيش حاجه اسمها بريبلس بدون تحضير، دي مش موجوده. هو زي ما بقول لحضرتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. التخانه دي 4/10 ملي، اقل من نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره. دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه؟ بنخشن السطح الخارجي للاسنان. حاله زي دي، دي حاله مثلا الاسنان فيها مرصوصه الى حد ما، لكن بتعاني من تسوسات وفراغات وحاجات زي كده، تمام؟ تصبغات في الاول، تصبغات طبعا. بنبدا الاول اشتغلنا على اللثه، لان طبعا الحاله دي فيها نسبه صغيره من الضحكه اللثويه عشان نكبر حجم الاسنان شويه. بعد كده بدانا نعالج التسوسات والحاجات دي كلها، وبعد ما عملنا الكلام ده بدانا نعمل العدسات بتاعتنا، وطبعا اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت، ملامح وشه، وظيفته، تمام، لون بشرته، الحاجات دي كلها. سؤال دايما عن العمر الافتراضي للعدسه، يعني في ناس عندها اعتقادات ان العدسه مش هتستحمل كتير. لا، بتستحمل طبعا. بص يا دكتور، انا مقتنع دايما بحاجه صغيره. اجابه الموضوع ده هو عباره عن شقين. الشق الاول الدكتور، الشق الثاني المريض نفسه. ازاي الدكتور انه يقوم يبقى دارس طبعا كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه ومتخصص في اللي هو بيعمله، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي هو بيعمله يعمله مظبوط، ما يبقاش فيه مشاكل، العدسات دي تبقى مقفله كويس قوي، اللثه نكون اهتمينا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا. ما هو الاسنان واللثه هما دول القواعد او الاساسات اللي انا ببدا ابني عليهم عمليه التجميل بتاعتي، يعني مش مجرد قشره احنا بنلزقها. لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مظبوطه كده، انهيت الشق اللي عليك. طب الشق التاني ايه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض. ايه المطلوب من المريض؟ العنايه بصحه الفم والاسنان بتاعته، اللي هم ايه؟ اللي هو غسيل الاسنان، وفي بعض الاحيان بنحتاج نستخدم ماوثوش، ويا ريت كمان لو نضيف عليها الثقافه اللي للاسف احنا بنفتقرها، بنفتقر ليها. هي ايه الثقافه دي؟ ثقافه التشيك اب. والمفروض بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده كله، كل 6 شهور المفروض بتعمل زياره للدكتور بتاعك، سواء دكتور اسنان او دكتور باطني، بتعمل مجموعه تحاليل ومجموعه اشعات تشيك بيها على نفسك، تطمن على سلامه صحتك، عشان لو عندك مشكله اكيد علاجها هيبقى اسهل واسرع واوفر. طبعا لو هنتكلم على الشق المادي، اوفر بكتير من انك تعالجها في مرحله متاخره. ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ليها. هي دي الفكره كلها. اللثه كررتها كتير النهارده. ايوه طبعا، كل حاله تقول لي دخلنا على اللثه نظبطها، دخلنا على اللثه عشان ابتسامه لثويه، دخلنا على اللثه فيها طبعا. ايه اهميه الناس على فكره مهمله اللثه في مصر بشكل كبير، انا شايف ده كويس. ده حقيقي فعلا. هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان اللثه جزء لا يتجزا من التجميل، تجميل الاسنان. ما هو الكادر بتاعنا عباره عن ايه؟ الكادر بتاعنا هو الجزء ده، مكون من شفايف، اسنان، لثه. لو عملت اسنان حلوه جدا، اسنان حلوه جدا جدا وما فيهاش اي مشاكل وشكلها تحفه، بس مثلا عندنا ضحكه لثويه، اول ما الحاله اللي قدامك او الحد اللي قدامك ده هيضحك، حضرتك مش هتشوف الاسنان الجميله اللي احنا عاملينها وتعبانين فيها وبازلين مجهود فيها. لا، حضرتك هتشوف ايه؟ هتشوف اللثه بتاعته الكبيره. حاله زي دي مثلا، دي حاله بنعمل لها تجميل، مش كل التجميل عباره عن فينيرز وكراون، في تجميل تاني عباره عن تقويم. حاله زي دي تقويم، بس للاسف الحاله دي عندها ضحكه لثويه وعندها حاجه اسمها هايبر بلاستيك جينجيفا، هي اصلا عندها ضحكه لثويه، ده رقم واحد. رقم اتنين، بسبب التقويم هي مش بتهتم بصحه سنانها، فحصل عندها حاجه اسمها اوفر جروث للثه، اللثه بتاعتها حصل فيها نمو، نمت زياده عن اللزوم. فلو بصينا في الصوره اللي فوق، لو بصينا في الصوره اللي فوق يا دكتور ايمن، هو اوريدي سنانها مرصوصه وده باين من الصور اللي تحت، يعني التقويم عامل معاها نتيجه كويسه. لكن فوق، هل حضرتك شايف اي حاجه من الاسنان المرصوصه الكويسه دي؟ لا، احنا شايفين لثه فقط، لثه شكلها مش حلو. عملنا ايه؟ الليزر في اقل من ربع ساعه بدون نقطه بنج واحده، بدأنا نشتغل الأول على اللثة بتاعت الفك اللي فوق، تمام؟ بعدين استنينا، والسيشن تول اللي هي الصورة اللي جنبها على اليمين فوق دي، دي بعد ما اشتغلنا في نفس المرحلة، تمام؟ في نفس السيشن، في نفس الزيارة. اللي بعدها كانت الفولو أب بتاعت الفك اللي فوق، وبدأنا كمان نشتغل في الفك اللي تحت اللي هي رقم 4 اللي تحت. الصورة الأخيرة اللي تحت دي، ده الفولو أب بتاع فوق وتحت، ولسه كمان اللثة دي بقت أحسن، واحتمال نشتغل كمان جلسة كمان عليها، تمام؟ اللي أنا أقصد أقوله إيه؟ حتى لو عملت تجميل لأسنانك
وعامل تقويم وبترص اسنانك، بس لو اللثه بتاعتنا مش مهتمين بيها ومش مرسومه هي كمان مع الاسنان اللي احنا بنحاول نرصها، النتيجه بالنسبه لنا ايه؟ مفيش اي نوع من انواع التجميل. التكنولوجي بقى ساعدتنا ان احنا نسهل الموضوع على الحالات بتاعتنا وعلى نفسنا وعلى المرضى بتوعنا، زي ما بقول لحضرتك في نو تايم، مفيش وقت، حاجه بسيطه خالص، وقت قليل جدا، مفيش بنج، مفيش الم، مفيش مشرط، مفيش عمليه جراحيه، مفيش خيط، مفيش الكلام ده كله. ده كله سهل الموضوع علينا. يبقى لازم طبعا نهتم باللثه. التركيبات قيمه مهمه جدا في عالم تجميل الاسنان، وقسم التركيبات تحس ان هو قسم كده زي الزراعه، يقول لك انا الزعيم، الزراعه يقول لك لا ده انا الزعيم. هو مش زعيم، انا بشوف الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين كتفهم في كتف بعض وبيكملوا بعض. ما هو الزراعه والتجميل، يعني الزراعه والتركيبات ما ينفعوش واحد لوحده. في حالات تنفع تركيبات، وفي حالات تنفع زراعه، وفي حالات لازم الاثنين مع بعض. تمام. وفي حالات الزراعه، هي الزراعه مش بتكمل من غير تركيبات ده مبدئيا. يعني الزراعه بتاعتنا، عمليه الزراعه بتاعتنا ما بتكملش ابدا من غير تركيبات. تمام. مثلا عندنا حاله زي ما قلنا فقد الاسنان فيها عدد كبير قوي من الاسنان، انا مش هقدر اعمل تركيبه ثابته هنا، لان بكل بساطه لو عملت تركيبه مهما بلغت قوتها وما بلغت متانتها انا بعمل مشكلتين كبار هنا. المشكلتين دول واحده للتركيبه وواحده للاسنان اللي انا بعمل عليها التركيبه دي. هو ربنا خلق لنا الاسنان دي بعدد معين وبتوزيعه معينه، مش هباء، لا، هو كل سنه من دول تقدر تستحمل لود معين. لما انا مثلا عندي مجموعه اسنان مفقوده كتيره، زي ما احنا سايبين مثلا في الانيميشن ده مجموعه اسنان مفقوده كتيره، ده سنه واحده بس. دي اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي، دي سنه واحده بس هي اللي مفقوده، والنوع ده من الزراعه تحديدا اسمه الزراعه الفوريه. اللي هو عندنا جذور او اسنان فيها مشاكل مش هينفع انها تتعالج، بنخلع السنه دي وفي نفس الجلسه بنحط الزرعه بتاعتنا، وبنعمل يا اما طربوش فاينل، يا اما بنعمل حاجه تمبري، حاجه مؤقته بتبقى شكلها حلو جدا جدا جدا، يقدر المريض بتاعنا يمشي بيها او يتعايش بيها. ده حاجه تانية خالص، دي طريقه علاج نفس المسافه دي بالتركيبات الثابته. تمام. احنا بنحضر سنه جنبها والسنه الناحيه الثانيه، ونعوض السنه المفقوده دي بانها متعلقه في التو كراونز دول. تمام. التركيبات، الجزء اللي حضرتك شايفه ده، دي مشاكل التركيبات اللي مش معموله مظبوطه. اللي هي ازاي؟ التركيبه بتاعتنا السنان مش متحضره كويس. تمام. فبالتالي تبدا تسرب اكل، تبدا تاكل السنان اللي تحتها وتعمل لنا خراريج زي ما حضرتك شايف، تعمل لنا مشاكل. مع الوقت المشاكل دي كلها ممكن تؤدي لكسر السنان، وتؤدي طبعا ان العظم بتاع الفك نفسه يكش زي ما احنا شايفين. الزراعه بتتميز عن التركيبه في الحته دي. لو عندنا الجزء المفقود ده، احنا ممكن نحط الزرعيه في العظم المفقود ده، هنستفاد بيه رقم واحد في السن، مكان السن المفقوده رقم واحد، هنستفاد ان احنا عوضنا السن المفقوده. رقم اتنين، هنستفاد ان احنا حافظنا على العظم في المكان ده بدون ان هو يكش، لان الزرعه لوحدها هي بتحفز عظم ان هو يبني. فهنا التركيبه ممكن تبقى رائعه، بس لازم تتعمل صح. ما هو احنا دايما قلنا، او في الاول اتكلمنا، قلنا كل حاجه عباره عن شقين. الدكتور يعمل الجزء بتاعه والمريض يعمل الجزء بتاعه. تمام. كنا بنتكلم عن الزراعه والتركيبات ان هم حاجتين بيكملوا بعض. تمام. الزراعه مثلا لو عندنا حاله فقد اسنان كامله. تمام. او عندنا اسنان بس الاسنان دي بتتلخلخ، هعوض له ازاي سنانه اللي مفقوده على اسنان بتتلخلخ او على ما فيش اسنان خالص؟ هعوضها له ازاي؟ الحل ساعتها البديل بالنسبه له بيبقى المتحرك، اللي انا شخصيا ما بحبوش، لان انا ما بشوفوش هو ده الحل. بالعكس، الاذى بتاعه يعني. الطقم. الاذى بتاعه اكبر بكتير جدا يا دكتور من ان انت تفضل بدون سنان. لسبب، هو بيريح على اللثه وبيعمل فيها التهابات مستمره، وكمان بيريح على العظم اللي بيخليه يكش اسرع. فبيخلي عمليه الزراعه قدام لو فكرنا فيها اصعب كمان. كلمه زراعه حديثه، الترم ده هو يعني يوحي ان في زراعه قديمه. تمام. إيه يعني هو بكل ببساطه الزراعه الحديثه والزراعه القديمه، الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي دخلت. بكل ببساطه، كان زمان الزراعه عباره عن المسمار او الزرعه المصنوعه من التيتانيوم، وبتتحط وبنستنى عليها. كان زمان بنستنى لست شهور عشان خاطر العظم يلتئم عليها. التطور او التكنولوجي اللي حصل ان احنا بدانا نعمل حاجه اسمها سيرفيس تريتمنت، اللي هو معالجه السطح للزرعيه دي نفسها. بتختلف فيه طبعا من شركه لشركه تانية، بس هي الفكره كلها معالجه السطح دي عباره عن ايه؟ بنعرض الزرعيه دي لاشعه جاما، بنغير في الديزاين بتاعها، يبقى فيه فيرتيكال جروف كده في الزرعيه، يعني حفره بطول الزرعه، عشان الزرعه دي تقوم بوظيفتين. رقم واحد، وحضرتك بتحط الزرعيه دي او بتربطها، هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده. طب ده هستفاد بيه ايه؟ ده كلام بالنسبة للناس اللي بتسمعه ده كلام يخوف، لكن هو بكل بساطة الديزاين ده بيساعد ان الزراعية دي تلتئم اسرع، لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزراعية دي هو بيتكبس على الزراعية دي نفسها. فبيديك ثبات مبدئي للزراعية اكتر، وبيديك الفرصة بتاعت الزراعة او التحميل الفوري، انك تحط الزراعية وتحط عليها الكراون. او
كمان من الاضافات اللي ضافتها التكنولوجي اللي بقول لحضرتك عليها بتاعت معالجه الصحه بتاعت الديزاينز المختلفه بتاعت الزراعات، ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى 6 شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعه دي، احنا دلوقتي بنتكلم من 6 لـ 8 اسابيع بتقدر على طول انك تعمل ايه، تحط الكراون بتاعك على الزراعه دي، ما تستناش 6 شهور زي الاول. الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه، درس اتخلع بقاله فتره طويله جدا 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 ما اتزرعش مكانه او ما اتعملش مكانه حاجه، طب النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته ان العظم كشف الحته دي. زي ما احنا شايفين كده، احنا عايزين نعوض الكلام ده، بنعمل ايه؟ بالنسبه لحاله زي دي عندنا فيرتيكال بون لوس، يعني فقدان للعظم كبير جدا بالافقي، يعني فقدان قصدي عمودي، تمام؟ بنعوضه ازاي؟ في حاله زي دي، دي حاجه اسمها بون بلوك. بناخد جزء من عظم، لو عندنا فقد كبير قوي للعظم بالمنظر ده، بناخد جزء من العظم من الضلوع، تمام، او من عظم الحوض، وبنبدا نحطه نثبته بمسامير، وبعد ما العظم ده يلتئم في خلال من 4 لـ 6 شهور نبدا نحط الزراعيه بتاعتنا. تمام. اول طريقه تانية اللي عالجناها زي ما شفنا نوع تاني من العظم، بنعمل زراعه للعظم بس مش بوم بلوك، عظم يبقى شبه الباودر كده، بنحطه في الاماكن لو ما عندناش فيرتيكال بون لوس، الاماكن دي نعوض بيها الزراعيه، عظم صناعي. تمام. وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما بقى نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه البوم بلوك او قطعه العظم اللي بحتاجها من 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 الحاله نفسها، بقدر ان انا احط زراعيه في المكان ده واكمل عليها عظم، وكمان الكلام ده اسيبه زي ما بقول لحضرتك 6 لـ 8 اسابيع ونقدر نحمل على الزراعيه. حاله زي دي، دي كل الفم كانت دي سيده، تمام، ست. القصه كلها ان هي عندها مشكله صغيره خالص، هي مريضه سكر وللاسف مهمله فيه. فجت لنا وبدات تتكلم معانا ان هي عندها مشاكل بقى لها يمكن اكتر من 5 سنين أو 6 سنين. بتعاني من ايه؟ بتعاني من مشاكل في معدتها، لحد ما راحت لدكتور وقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي، انت بقالك 5 سنين بتتعالجي، طب انت مشكلتك ايه؟ نبدا ندور على مشكله من جذورها، انت ما بتنضغيش الاكل، فبالتالي عندها عسر عظم، عندها مشاكل في معدتها، وعندها 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 وعندها. فبدات تلجا ساعتها انا عايز احل مشاكلي. طبعا الحل الاولاني اللي هو الاسهل واللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدكتور بيقترحه عليه، طبعا الطقم. مشيت بالطقم بتاعها، ما كملتش يمكن 3 اسابيع وجت بتشتكي من التهابات رهيبه في اللثه. بدانا نعالج اللثه بتاعتنا دي، طبعا في الاول بنعمل لها اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتخليني امسك عظم الفك ده كانه في ايدي واشوف ابعاد العظم، ارتفاعه وعرضه، لان على اساسه بحدد احنا هنحتاج كام زرعه نحطها. احنا الفك الواحد بنعوضه من 6 لـ 8 زرعات، مع ان الفك الواحد فيه 16 سنه وضرس، بس بنقدر نعوض ال 16 سنه وضرس دولت بايه؟ بـ 6 لـ 8 زرعات، تمام؟ بتوزيع هندسي معين، بنوزع اماكن الزرعات دي بطريقه. الحاله دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت، وبعد ما حطينا الزراعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت. طب الحاله دي خدت قد ايه؟ كان عندها زي ما بقول لحضرتك فقد في العظم كبير، فاحتاجنا ان احنا نحط الزراعات بتاعتنا، واستنينا عليها شويه. استنينا عليها قد ايه؟ 6 اسابيع. بعد الـ 6 اسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده. بالمناسبه الصوره اللي تحت على اليمين دي من الصور اللي بحبها جدا، لان انا بحب الانطباع الاول للبيشنت للعيان بتاعي اول ما يشوف اول ما يشوف نفسه في المرايه. دي كانت صورتها اول ما شاف نفسها في المرايه، ضحكه طبيعيه جدا، هي فرحت جدا بسنة. طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن ابعاد الوش نفسه. ده يوريني السكر ما يمنعش الصراحة. ما يمنعش طبعا. طبعا طبعا دي برضو حاله فيها برضو احنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول، كام سنه، سنتين او 3 فوق على الشمال، ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئه. بدانا ان احنا نعالج فيها ونزرع، نحط الزراعات بتاعتنا. بس الحاله دي كانت زراعه فوريه. يعني ايه زراعه فوريه؟ وتحميل فوري. حطينا الزراعات بتاعنا، كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بان احنا نعمل كده، عندنا ابعاد عظم كويسه وجوده كثافه كويسه. سنه كام ده؟ درجه الكبير شويه ده كان عنده 62 سنه. مش كبير، سن صغير. مش 62 حلو يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده معناه انه الموضوع بدأ من فتره طويله. طبعا بدأ من فتره طويله. ما هو القصه دي جت بعد ما برضو فشل موضوع المتحرك. ما هو المتحرك ما حدش بيرتاح فيه. ما حدش بيرتاح فيه، ما بيقدرش يكمل سنه واحده بالمتحرك، مزعج جدا طبعا. وبيبدا يفقد السنان. يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده، هو كان عنده سنتين بالمناسبه فوق، بس كان عامل فيهم المشابك بتاعه المتحرك. بكل بساطه المتحرك ومع كل عضه او مع الكلام او مع المضغ او مع الحاجات دي كلها، المشابك دي كانها بتخلع السنه. شهر 2 3 4 5 السنه دي خلاص انتهت وضاعت. فبالتالي لقى نفسه ان هو بيفقد اسنانه سيريال واحده. والراجل مستمتع جدا، هو اسنان جميله مزروعه طبيعي شبه طبيعي، قدر ياكل، قدر يقابل الناس، قدر يتعامل، قدر يعني السنان دي او الحاله دي عملناها. انا متذكر جدا الحاله دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه. هو بقى الفرح بالظبط. فهو كان مهتم قوي يخلص القصه دي. دي من الحاجات اللي لازم نهتم بيها جدا يا دكتور، ظروف المريض بتاعنا ايه.
وديت الحجم العظم سمح لنا ان احنا نعمل الزراعة الفورية. دي برضو من الحالات الكويسة. دي حالة تانية من الزراعة برضو. كلهم فك كامل. فك كامل. الفك كامل. ما هو دي الحالات اللي بيبان فيها الفرق الكبير جدا 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 ما بين وجود زرعات. يا دكتور أيمن الفقد الأسنان مش بيأثر بس على المعدة أو على الأكل زي ما ذكرنا. لا دي حالة برضو فك كامل فوق وتحت. وزي ما حضرتك شايف الفرق ما بين فوق وتحت. العظم الإنسان أو الوش العظم ده هو الشاسيه اللي بتشد عليه العضلات بتاعة الوش ويديك المنظر. كل ما فقد الاسنان ده يبقى موجود كل ما الكرمشه وعمليات التعامل ايه يعني التقدم في السن علاماته تبقى موجوده وظاهره اكتر. الاسنان هي بتبدا تشد عضلات الوش دي تاني وتبدا ترجع البني ادم 10 سنين لورا تصغره 10 سنين لورا. ده بالنسبه للشق التجميلي بتاعه. دي برده حاله حلوه جدا جدا جدا. دي حاله 12 زراعيه 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت بالتركيبات بتاعتهم. بس دي كانت حاله متاخره شويه يعني اخرنا التحميل عليها شويه لان زي ما قلنا برضو احنا اللي بيتحكم في موضوع تحميل على الزرعات او التركيب التركيبات بتاعتنا على الزرعات وضع العظم بتاعنا. بنعمل اشعه مقطعيه نعمل دراسه جامده قوي 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 للحاله دي ونبقى فاهمين بالظبط احنا هنعمل ايه. بعد كده اقدر احدد للحاله بتاعتي دي احنا هنقدر نزرع في قد ايه وهنحمل في قد ايه. الحاله دي هو كان عنده اسنان بس هي عباره عن جذور. جذوره طبعا عامله مشاكل كتير. دي الحالة دي استخدمنا برضو معاها الزراعة بقينا نخلع الجذور دي وعملنا زراعة فورية لكن أخرنا التحميل بتاعها برضو شوية لأن الأسنان اللي كانت محجودة دي أو الجذور دي كانت عاملة خراريج وأكياس دهنية فاحتاجنا إن احنا نزرع عظم واحتاجنا إن احنا نستنى شوية عشان العظم والزرعة تلتئم العظم بتاعه عليها. وطبعا في الفترة دي بنعمل حاجات مؤقتة بيبقى شكلها حلو جدا تركيبات مؤقتة شكلها حلو جدا يقدر يتكلم وياكل ويتعايش بيها جدا 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 لحد ما في الآخر بنوصل للشكل الجميل ده. لو شفنا حالة التركيبات عشان برضو نقارب بين التركيبات والزراعة لأنه مش مقارنة هي الزراعة التركيبات بتكمل الزراعة على ما بتحط عليه لكن لو الحالة تركيبات أساسا من تمام. الأول تمام. طبعا برضو الاساليب الحديثه بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعه اكيد مليون في الميه. التركيبات الحديثه دلوقتي حاله زي كده الحاله دي اولا هي ما ينفعهاش قشره لسبب صغير عندنا مسافات كبيره وعندنا فقد في اسنان كتير. يعني هي الحاله دي مثلا هي حاله هي مولوده بفقد الاسنان دي هي ما فقدتش اسنانها هي مولوده بشكل الاسنان ده بالظبط الاسنان ناقصه عندها. طب نعمل ايه؟ بكل بساطه بناخد حاجه مقاس مبدئي ده بنعمل بيه ايه؟ ده حاجه اسمها ستادي كوست احنا بنعمل عليه دراسه يبقى عندنا شكل الاسنان ده لبس احنا بنقعد نعمل عليه دراسه وبعدين بندخل الصور دي كمان على سوفت وير جديد اللي هو دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين بنبدا نرسم شكل الاسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها وبعد ده كله بنبدا نحضر الاسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها وبعد ده نركب الاسنان بتاعتنا دي. حضرتك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت من مجموعه اسنان صغيره شكلها يعني غريب شوية بالظبط لأسنان مرصوصة وشكلها جميل ودي تركيبات دي تركيبات كراونز ما هو الميزة يعني الحالة دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضرتك عنه اللي هي الزيركون الاف اكس المالتي لاير ده النوع الجديد. حالة مثلا زي دي الحالة دي عنده دياستما اللي هو الفلجة اللي ما بين الأسنان بس عنده كبيرة قوي دي ما ينفعش أبدا نعوضها بقشرة مع إن هي في بعض الأحيان بينفع نعوضها بقشرة بس في الحالة دي لا القشرة طبعا مش هتستحمل عوضناها بتركيبات والكراونز دي إي ماكس شايف حضرتك واشتغلنا على الأسنان الأمامية الأربعة ليه؟ عشان بكل بساطة لو اشتغلنا على الاتنين اللي قدام دول بس هينتج عندنا سنان عريضة وشكلها غريب احنا عايزين نعمل تجميل فبدأنا إن احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شوية ودي شوية طبعا ببروبورشنز بمعايير معينة أو مقاييس معينة مش هباء نكبر الأسنان دي شوية على أساسها نكبر الأسنان اللي جنبها شوية. هي ديزاين وأجهزة وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل إيه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. لو عندنا ال- 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 الخلطة دي كلها مع بعض عملية تجميل ناجحة جدا طبعا. أسعدتني بهذه النزهة الجميلة في عالم طب الأسنان. أنا اللي دايما سعيد مع حضرتك. لا بجد يعني من ناحية ال- 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 بس استفدنا حاجة وإحنا بنشوف كده سواء القشور أو التركيبات أو الزراعة إنه التكنولوجيا مهمة جدا، دراسة الماتيريال مهمة قوي، التحديث اللي بيحصل في الماتيريال مهم جدا. حرفية الدكتور. الحرفية والرسم وزي الخيال، يعني أنت يعني في طب الأسنان دلوقتي قيمة الخيال، خيال مش الخيال العلمي، يعني الخيال إن أنا أتخيل المفروض يتم في أسنانك إيه، خصوصًا مثلًا في الحالات الأخيرة، ما أنت عايز توازن في فلجة تعدي يعني هواء طلق هنا في الحتة، أنت إزاي هتوسع السنتين؟ وبعدين حكايه الفلجه دي مش حلوه يعني برضو لو واحد يقول لك ايه لا انا محتفظ بيها يا عم دي لا مش حلوه لا اصلها بتميزني مش حلوه اصلها بتجيب لي الرزق يا سلام في الفلجه بتجيب لك الرزق يا راجل حرام عليك
يا راجل حرام عليك يعني مش حلوه. نورتني دكتور كريم. حضرتك الفلجه مش حلو خلاص. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت كان مبدعا في الدكتور. خليكم مع الدكتور. اهلا بكم. لا شك ان القلق والتوتر بيلعب دور كبير جدا في الام الظهر. حقيقه ده علم. لكن طبعا القلق والتوتر مش هما الاسباب المباشره، دول عوامل تزود الالم تزود المشكله. لكن الاسباب المباشره يعني هنا لما قالوا انه الام الظهر ممكن جدا تنتج او يحصل فيها اجريفيشن او زياده نتيجه القلق والتوتر، حيث ان هذا القلق والتوتر تؤدي الى سلسله من التفاعلات الكيميائيه في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات، على المفاصل، على الاوتار. اوكي حلو قوي الكلام. لكن مش هو ده الكارثه، القلق والتوتر مش هو الكارثه. الكارثه في انك انت تسيء استخدام ظهرك. دول عوامل مساعده، دول اجريفيتنج فاكتور، دول القشه التي تزيد الم ظهر البعير. لكن الم ظهر البعير يا جماعه بيبوظ بحاجات كتيره تانية. بيبوظ نتيجه ان انت بتشيل غلط، بيبوظ نتيجة ان انت بتقعد غلط، بيبوظ نتيجة ان انت بتدخل الجيم وتتعفرت على نفسك وتعمل فيها سبع البرومبا زي ما بيقولوا وتروح جاي شايل حاجة مش مناسبة ليك. بيزيد ان ست البيت بتشيل حاجات البيت كلها بطريقة غلط، تشيل الفوتيل لقد المرزبة عشان اخوها يجي تزورها في العيد ولا يجي تزورها في مناسبة فتقولك اما غير مكانه عشان يبقى شكله اشك. شيل يا باشا دب ظهر طق حضرتك قبل فرحك بتتعافى قدام الناس وبتاعه يوم الفرح، فبتتعافى وتروح جاي شايل عروسك التي تزن من الاوزان ما شاء الله وكان، فتروح حضرتك جاي لك طقف ظهرك يوم فرحك. هذا امر في منتهى الخطوره. النهارده حوار مثير للغايه. زي ما انا قلت لكم التوتر والقلق عامل، لكن السبب في اللي احنا قلناه ده كتير قوي واكتر منه. ضيف العزيز الجراح الكبير والقيمة العلمية الكبيرة والشارح الرائع جدا، بستمتع جدا بشرح النهارده. نستمتع بوجبة علمية زي ما بيقولوا جراحية على أرقى مستوى وفي نفس الوقت على أجمل طرح وبأبدع طريقة شرحية. ضيفي العزيز أستاذ الأساتذة وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. إزاي أميز إن هذا الألم ليس ألم عضلات؟ ألم بدأ يسمع في إيديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، إلحق ده غضروف. أكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي أصل لسه حصل النهاردة. القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف أتعالج. في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشة في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير استاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور. انا انفعلت وانا بس مقدمه جميله الحقيقه. مشاكلنا في العمود الفقري الحقيقه تستحق الكلام ده كتيره جدا. انا عايز اتكلم على الالم في الرقبه والكتفين بالذات. هبدا الحوار النهارده. تمام. ليه بقى هبدا بالالم؟ لانه انا بتهيألي انه ده اكتر او من اكتر الاشياء اللي بتوجد في يعني المراكز الطبيه المتخصصه في علاج العمود الفقري. لا ده حقيقي. حقيقي، لان هي مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العمود الفقري ان هو مش قوي قوي، يعني العمود الفقري ضعيف. يعني العمود الفقري بتاعنا ضعيف، واذا اسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده الى مشاكل كتيره جدا. الحقيقه رحلتنا مع العمود الفقري بتبدا من واحنا صغيرين.
من ايام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيله تقيله جدا وشنطه وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها، او اللي بيمارس رياضه زي ما حضرتك قلت بشكل مش طبيعي، او اللي بيشتغل وبيشيل احمال كتيره جدا، والاحمال دي ساعات بتبقى يعني بتعمل اوفرلود على العمود الفقري سواء في الرقبه في الظهر. يضاف الى ذلك بقى الجديد بقى القعده الغلط في المذاكره، القعده قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مظبوطه، التوطيه بشكل خاطئ، الشيل بشكل خاطئ، ممارسه الرياضه بشكل خاطئ، الوقوع او السقوط او الخبطات، ركوب الموتوسيكلات، ركوب العربيات، الحاجات دي كلها بقت لها كاتيجوري كبير جدا وحظ كبير جدا في اسباب مشاكل العمود الفقري. وتتركز القصه على المنطقه العنقيه. يعني المنطقه العنقيه دي هي اللي شايله، الناس فاهمه ان الرقبه مش بتشيل كتير من جسمنا، احنا فاهمينها غلط. الرقبه صح رفيعه وكده مش زي الوسط او مش زي الظهر، ولكن هي عامله زي انت عارف حضرتك الشماعه، رقبه الشماعه الرفيعه دي هي اللي شايله الشماعه بالبلطو اللي عليها بالهدوم اللي راكبه فيها. يعني هي دي الوصله دي اذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله. اذا كان في مشكله في الرقبه سواء في الفقرات او في الغضاريف او في الاربطه او في العضلات المحيطه بتحصل المشكله، وتحصل المشكله في الفقرات العنقيه. لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقيه، هو حاجه ابداعيه جدا. ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل اتجاه بالنسبه للرقبه بالذات. يعني الظهر ما عندوش هذه الخاصيه، لكن الرقبه موجوده، اقدر الف شمال يمين فوق وتحت ولورا ولقدام، يعني كل الاتجاهات بتاعتي. اللي موجود في الفقرات العنقيه هي فقرات اللي هي العظم يفصل ما بينها الغضاريف، ويفصل الغضاريف دي في المسافات اللي ما بين الفقرات حاجه اسمها الاعصاب، دي المسارات اللي بتمشي فيها العصب اللي هو لونه اصفر عامل زي سلك الكهرباء اللي لونه اصفر كده. العصب ده لازم يبقى مستخبي ولازم يبقى محمي ولازم محدش يجي جنبه. الحقيقه يعني الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين جوه العصب بتاعنا. العصب يبقى مستخبي جوه القناه العصبيه. ربنا خلق القناه العصبيه هنا فيها حفره او دايره في النص كده زي الاسطوانه، لازم يمشي فيها محمي بالعظم من كل جهه، في اغشيه اللي بنشوفها عليه من بره دي عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده. العصب مش بيبقى حاجه واحده، العصب هو مجموعه من الالياف حسيه وحركيه، في الجزء الحسي اللي بيبقى قريب جدا من الغضروف، الجزء الحركي اللي هو ابعد شويه من الغضروف. وده بياخدنا لنقطه الاحساس بالالم. هو الالم اللي بيجي الاول ولا الضعف اللي بيجي الاول؟ الالم بيجي الاول. علشان ايه؟ العصب خلاص ده اقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي. فالالارم بتاعنا واللي انا بسميه رحمه ربنا لنا هو الاحساس بالالم. بيبقى في ناس همها وشغلها الشاغل ان انا اخلص من الالم. والحقيقه هذه هي النظره القصيره والقاصره جدا في علاج مشكله في الفقرات العنقيه او القطنيه. الالم عرض وليس المرض. المرض ان انا في حاجه هي اللي جابت الالم. الالم ده ربنا خلقه جوانا علشان، ودي من اكبر النعم، لانها لو يعني لو فقدنا هذا الاحساس بالالم الحقيقه بندخل في مصايب. يعني انت عارف لما واحد لا قدر الله بيجي له اصابه في الحبل الشوكي ويفقد الاحساس، تبدا يظهر عليه قرح، جلطات، لحد العظم ما بيظهر من جسمه وهو مش حاسس، لان هو فقد الاحساس بالالم. فبالتالي قصتنا مع الالم دي مهمه جدا، هو المدخل بتاعنا. طب انا بحس بالالم، الالم ده بيبقى على شكل ايه؟ الالم ساعات يبقى وجع في العضلات، ساعات بيبقى وجع في الكتفين والرقبه، ساعات بيبقى في قله الحركه، ما اقدرش رقبتي بيحصل فيها تيبس، ما اقدرش اخد رقبتي يمين او شمال، ساعات ايد واحده ما بقدرش احركها، ما بقدرش ارفعها. كل دي اعراض نتيجه للالم اللي هو الرهيب جدا اللي بيجي. ساعات بيبقى في احساس بالخدر او التنميل في ايديا. التنميل ممكن ياخد جزء معين، لان انا عندي مجموعه بتسمى الضفيره العصبيه خارجه من الفقرات العنقيه، كل عصب منها بيغذي مجموعه من العضلات وجزء من الجلد بتاعنا من الخارج. فعلى حسب الغضروف والفقره المصابه هيبان العرض بتاعي عليه. يعني في ناس يبقى شاكك تقول لك انا الجزء الداخلي ده ما بحسش بيه، ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده. في واحد يقول لك لا ده الثلاث صوابع اللي جنبيه، في واحد يقول لك ده كفه الايد من هنا، حد يقول لك ده من ورا، حد يقول من الكتف، وهكذا. يبقى اذا الالم بتاعنا هو البوابه بتاعتنا علشان تشخيص ونبدا نفتح الباب عشان نعرف ايه المشكله. لكن مش الهدف بتاعي ان انا ادي مسكن عشان اضيع الالم، لان في ناس بتبقى هدفها بس ايه، مفيش حقنه تضيع الوجع. ممكن ده مؤقتا نعمله لك بحيث ان احنا لحد ما نوصل للتشخيص المناسب، لكن لما نوصل للتشخيص يبقى لابد من اخذ خطوات لعلاج المشكله. عظيم. عايز اروح ليه الالم في المنطقه دي بيسبب رعب عند الناس، ولا ده مش حقيقي؟ لا ده حقيقي جدا. حقيقي جدا، لان هو الناس برضو شايفه، يعني برغم ان في ناس كتيره جدا بتحاول تتجاهل الرؤيه بتاع الموضوع. يعني انا لما يبقى عندي مشكله جت في رقبتي بكتافي سبتها واهملتها، الالم بقى مرعب.
ممكن ما اعرفش انام منه، ممكن ما اعرفش اكل، ممكن اوصل لمرحله ان انا المعلقه ما اقدرش احطها ببقي، السكينه في المطبخ، وياما بيجي لنا اصابات ست قطعت ايديها. ليه؟ مش قادر اتحكم، قبضه ايديها ضعفت، مش قادر اتحكم في السكينه او مش حاسه. طيب القضيه دي بتزيد شويه شويه. طب وصلت لفين؟ ده انا بتكعبل وانا ماشي، ده انا رجلي بتترعش مني، ده انا مش قادر ادخل الحمام، ده انا البول بيسيب مني، ده انا الاخراج ما عادش بتحكم فيه. بعد شويه ده انا نار قايده في جسمي كلي، في دماغي صداع، دوخه، دوار، نسيان، زغلله، كل ده مرتبط بالرقبه. كل ده مرتبط بالرقبه. تؤدي في الاخر الى انا عندي مشكله واهملتها، سبتها غضاريف، ادت الى ضغط على الحبل الشوكي، ادت الى ضمور في الحبل الشوكي. طب ضمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني لفين؟ يعني شوف حضرتك، دي نماذجه. ده حد كان بيشتكي من الم في كتفه، يقول لك انا كتفي بيتقطع بيتمزق، انا عايز اشوف ايه القسم. اقنعنا نعمل اشعه رنين مغناطيسي، تطلع الاشعه هنا عندنا غضروف ما بين الفقره 5 و 6 الغضروف حجمه ضخم جدا، والغضروف ما بين الفقره 5 و 6 رجع لورا وضغط على الحبل الشوكي، عمل ضغط على الحبل الشوكي. شكوه المريض بتاعنا وجع، تلميل، خدلان، ضعف في ايديه. هنا بدانا ندخل في مرحله الضعف في الايد وقبضه الايد ومش قادر اتحرك بيه. البدايه بتبقى غضروف، والغضروف بيكبر شويه بشويه وانا بهمله لحد ما يوصل لكده. الغضروف ده وصل لمرحله ان عمل انسداد وانغلاق للقناه العصبيه. الغضروف لما بينفجر مش هيلاقي له حته يدخل عليها الا المنطقه بتاعه الحبل الشوكي، لان كل المنطقه المحيطه حواليه عظم مش هيعرف يخترقه. فاضعف مكان هي المنطقه اللي حوالين الحبل الشوكي، يبدا يضغط على الحبل الشوكي. الغضروف بقى غضروفين، طب احنا سايبينه ومستحملين. طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والاثنين منفجرين وضاغطين على الحبل الشوكي. هو احنا لو لحقنا من البدايه وحلينا مشكله هذا الغضروف ما كانش هيزيد ولا هيجيب غضروف تاني. طيب هنسيب برضو الغضروف والتاني وهنقعد نعبي مسكنات ونعبي مخدرات الى ان نصل الى مثل هذا المشكل الرهيب جدا. الحبل الشوكي المفروض هو اللي لونه جراي ورمادي ماشي جوه النص كده. هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابعه والخامسه ده اختفى تماما. بدا يحصل هنا حاجه بنسميها ضمور. كلمه ضمور الحبل يعني. الشوكي يا جماعه عامل زي النهر، النهر اللي ماشي ابيض في النص ورا العظم. تخيل بقى انت قاعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده الى قناه صغيره جدا ضيقه جدا. ده بيكون على حساب مين يعني؟ ده بيكبر على حساب ايه؟ على حساب الحبل الشوكي. طيب انا يعني بتالم وبتوجع وكنت مستحمل، ربست رقبه، رحت عملت علاج طبيعي، ها، وارجع بعد كده انا عندي مشاكل. طب ده غضروف عنده الرابعه والخامسه، الخامسه والسادسه، السادسه والسابعه، بقوا ثلاث غضاريف. هو في حد بيصبر على نفسه لحد ثلاث غضاريف؟ في عندنا ناس لحد خمس غضاريف في الرقبه بنشوفها. والقضيه بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع، ده حد الرقبه بقت في خمس فقرات كلهم قافلين على بعض وضغطين على بعض وعمل الضيق في القناه العصبيه وبدا يحصل ضمور في الحبل الشوكي. بقت قضيتنا هنا ايه؟ ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام، نفسي اقدر امسك حاجه، نفسي اشرب كوبايه الميه، واخد بال حضرتك؟ الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤثر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا، يعني انت بتبقى متعاطف معاه جدا. يعني هو وصل لمرحله او الست وصلت لمرحله لا عارفه تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفه تعيش. اصل بيبقى ساعات ممكن نتقبل المرض لكن الالم صعب، يعني ما تقدرش تعيش بالالم. وبعدين الالم في المنطقه العنقيه الحقيقه الم رهيب. ده بيقولك ده بحس بصاروخ نار بيجي في رقبتي او في ايديا بتنميل بخدلان، ده انا مش عارف انام، مش عارف اتحرك. في المقدمه بتاعت حضرتك كنت بتقول ان احنا ساعات الالم ده بيعمل او بيجيب اكتئاب. هو حقيقي بيجيب اكتئاب. يعني ده في جزء خاص في العلاجات بتاعتنا لما بنيجي نعالج الالم مضادات الاكتئاب. جزء اساسي واصلي. العين يدخل في دايره مفرغه. بيدخل في دايره من الدبريشن. الاكتئاب، اكتئاب توتر. ساعات بيبقى عنده اقتناع بقى واقتناع خاطئ الحقيقه. اصل هو ده راح لمين قبل كده؟ الاول بدا يجرب الدرج اللي في البيت الصيدليه دي يعبي مسكنات منها، جرب الصيدليه اللي في الشارع عنده، جرب دهانات، جرب المجبراتي، جرب الناس تقر رقبته تشد رقبته، تقدم شويه راح للعلاج الطبيعي وما حسش بفرق. هو القصه كلها ما وصلش للتشخيص عشان يبدا العلاج المظبوط. ولما بيوصل للدكتور بيبقى هو منهك ومستهلك. فبيبقى اصلا هو مش طايق نفسه بقى، يعني هو جاي وعايزك تكتب له الوصفه السحريه اللي هتحل هذه المشكله، وده مش حقيقي. يعني مش حقيقي لان احنا انت ما في ايدكش سحر، ده في ايدك علم. انا بشوف هنا في غضروف ضغط على العصب وعمل بدا يعمل ضمور او غضروف او اثنين او ثلاثه، يبقى انا بفكر اشيل المصدر مش الند المسكن، لان حتى لو كتبت لك المسكن مش هيجيب نتيجه. يعني ما اصل الناس فاهمه ان المسكن في اي وقت هاخده هيسكنني. طب الناس اللي بتوصل انها بتاخد ترامادول ومخدر وصلوا ليه كده؟ لو المسكن هيجيب نتيجه ده وصل للادمان ليه؟
ووصل للاكتئاب ليه. وفي ناس من الالم, هو الحقيقة ده مش موجود عندنا في مصر بس بره, في ناس من الالم ممكن يصل للانتحار من الوجع لانه مش لاقي. احنا عندنا هم عندهم بره الحاجه لانه مفيش وسع ديني, فممكن احنا الفرمله الوحيده لده ان احنا عارفين ان ده حرام. بس لو كان مش باين انه حرام صدقني كان في ناس كتير جدا تدخل في هذه السكه, وربنا يعافينا. ربنا يعافي الناس. الالم بتاع الرقبه خلاص بقى احنا عرفنا ده جرس انذار, تعال نروح للدكتور بقى. الدكتور لما بيشوف بيشخص التشخيص الاكلينيكي بتاعه الاول, فحص المريض الاول, نشوف الاستجابه العصبيه بتاعه الاطراف. ساعات بيبقى مريض جاي شكوته غريبه جدا, يعني مثلا يقول لك انا رجليا من تحت بس هي اللي فيها مشكله, البول بيسبقني شويه. نكشف نقول لا تعال ندور في الرقبه. هو مش عارف, عمره ما اشتكى من الرقبه. وبعدين هو ما فيش علاقه بين مشاكل الفقرات العنقيه والالم اللي في الرقبه, لان ممكن يبقى عندي غضاريف في الرقبه او خشونه في الرقبه او ضغط على العصب في الرقبه, والرقبه بتاعتي بتتحرك زي الزنبلك ما فيش فيها مشكله. في ناس تقول لك طب ما انا رقبتي بحركه, بتحرك, وهو ده من الحاجات اللي بتخليه يجي لي متاخر قوي. طيب الرقبه بتتحرك, يبقى انا اروح لدكتور ليه؟ انا مستني بقى لحد اللحظه ان انا ايديا تقف, رقبتي تقف, لا قدر الله ادخل في ضعف او شلل, يبقى ساعتها بدور على الدكتور يحل المشكله. هو ده سؤالي, هل يمكن ان يؤدي الانزلاق الغضروفي الى شلل نصفي؟ بيؤدي, ده ممكن يؤدي الى شلل رباعي دكتور عادل. يعني عارف رباعي بقى يعني ايه؟ ايدين ورجلين. ايوه طبعا. وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بقسطره. ممكن يؤدي الى ذلك, يؤدي الى ذلك وبكسر. الحقيقه بقى يعني العلم ما بيوقفش عند الكلام ده. العلم ما بيوقفش عند لحظه ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك. ما ينفعش. عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا ده. انا لو عندي غضروف لازم اشيل الغضروف. كنا الاول نشيل الغضروف وناخد قطعه عظميه سواء من الحوض او سواء من الجزء من الفخذ او حاجه, وده للاسف لحد النهارده في بعض الاماكن والمراكز اللي ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتعمل كده. ياخدوا العظمه دي ويبدا يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها. تركب العظمه على امل ان الفقرات دي تلحم. لا دلوقتي بقى في حاجه تانية, ده انا باخد, شوف دي كل دي مقاسات لحجم الغضروف, ان انا ممكن انقي غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا, مش بحط اي غضروف خلاص. ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا واطلعه من العلبه بتاعته واركبه. الغضروف ده النهارده بنسميه غضروف بديل. ودي من انجح العمليات النهارده في جراحات العمود الفقري في الرقبه بالذات. كنا في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبه كده ساعات بتبقى ضعيفه نضطر نحط شريحه. دي بعض الاحيان بنحتاجها, لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث انه يسمح للفقره انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او ينزلق. احنا مش بنكتفي ان احنا نحط حاجه, ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي الزوايا العظميه بتاعتها, ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شفناها الحته الاخيره دي, يساعد على الثبات بقى. يساعد على التئام العمليه بشكل جيد جدا. وما قلقش يتحرك, يتحرك يشتغل ويشيل. عندنا ناس عامل لهم العمليه بيلعبوا كوره, وكوره بالهيد وبتاعه بيخبط, بيلعبوا اثقال, بيرفعوا حاجات تقيله جدا, او بيشتغلوا شغل العادي بمكتبي بتاعه. لان تعرف حضرتك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضاريف العنقيه الناس اللي عملها مكتبيه بتوطي كتير. يعني القضاء, المحامين, المحاسبين, البنوك, بتوع البنوك دول طول اليوم. هم امراض البنوك دايما دايما. والمعلمين والمدرسين. المدرسين بقى والكتاب والكل كتير من يعني, وبرضه كتير من الاعلاميين. هنلاقي الفتره الجايه هتلاقي اعلاميين كتير بيقول لك القعده, وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قعده معينه فيها ثبات شديد جدا. لا فردة صعب جدا. فردة لازم تبقى قاعدة فردة. حاولوا يقولوها لي, قلت لهم لا انسوا. لا انا بقعد كل شوية اعمل كده واعمل كده. انا بقعد بس بطار. لازم نحترم جدا العمود الفقري طبعا, لان احنا عندنا النهاردة لازم نحل المشكلة اذا كانت موجودة. وما ينفعش نسيبها. وما ينفعش نتأخر عنها. لان هو انا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي او اصابه الحبل الشوكي. كتير جدا من المرضى يجي لنا ومعاه اشعه, نبص عليها على الاشعه تلاقي بدات تظهر بقعه بيضه في الحبل الشوكي. البقعه البيضه اللي في الحبل الشوكي دي هي عباره عن بدايه الضمور في الحبل الشوكي. هو جزء خلاص انفاركت ما عادش بيوصله دم. لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل. طب لما تموت وتتحلل ايه اللي هيحل بدلها؟ ما عنديش حاجه تحل بدلها. ياخد بالحركة. علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده. ممكن يبقى عندي غضروف 2 3 4 اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده. وفي انواع تانية من العمليات على درجه اعلى كمان في التقنيه وفي التكنولوجي, لان احنا النهارده عملياتنا في الرقبه ما عدناش بنعملها جراحه عاديه.
عملية الرقبة بتعمل جراحة بالمناظير، جراحات بالليزر، جراحات بالميكروسكوب الجراحي، استبدال الفقرات، استبدال غضاريف، نقدر نعمل هذا الكلام كله. وفي ناس بقى اللي هم بيجونا بقى متأخر دكتور عين، يعني بيبقى حد كبير في السن عنده 5-6 غضاريف وضيق في القناة العصبية وغضاريف أمامية وضغط خلفية وما يستحملش عملية كبيرة، ده ممكن نعمل له حاجة بنسميها توسيع القناة العصبية من الخلف. طب بنعملها ليه عملية توسيع القناة العصبية من الخلف؟ علشان نحمي الحبل الشوكي. هنا عملية من ضمن العمليات، احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبة من نص سنتي لواحد سنتي، بندخل اللي قدامنا الأصفر ده هو ده الحبل الشوكي وده اللي يخوف قوي الحقيقة. فبندخل لازم الغضروف، احنا بنشوف الغضروف اهو، نبدا نشيل الغضروف، اتشال الغضروف يرجع الحبل الشوكي لمكانه الطبيعي. نبدا بقى خلاص، اصل ربنا خلق الغضروف ده له اهميه وله لازمه، ما ينفعش نشيل الغضروف. في ناس كانت بتعمل كده ودي فشل على يعني كان بيحصل في العالم، حصل التجربه دي. لو انا عندي غضروف واحد اشيله وخلاص واسيب الدنيا هتلحم، ما لحمتش وده ادت الى نتائج كتير جدا. شلنا الغضروف لازم اركب حاجه بديله بقى، ده من ضمن التركيبات البديله لما بيبقى فيه عدم ثبات في الفقره نشيل العظم الزياده ده ونبدا نركب حاجه زي السلندر اللي احنا شفناه ده او غضروف بديل او قفص غضروف، ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحه، بتبقى شريحه مايكرو صغيره جدا لا تعيق الحركه الحقيقه. والشرائح دي اتطورت. طب انا لو عندي فقرتين الشريحه صغيره، طب لو عندي 5 فقرات بقت الشريحه كبيره، يبقى هنا فقدت المرونه بتاعه الايه الفقرات لان ثبتتها. عملوا تعتقد ان ما تعملش العمليه او خايفه تيجي تعمل العمليه يقول لك مش عارف احرك رقبتي. بالظبط. عملوا لهم ايه بقى؟ ما تسمى الشريحه الذكيه او الغضاريف المتعدده الحركيه. يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من غضروف متحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيده جدا في الحركه والمقدره. دي نوع من الشريحه اللي بنسميها الشريحه الذكيه. هي شريحه فكرتها بسيطه جدا، هي بدل ما تبقى جزء واحد بقت 3 أجزاء او 5 أجزاء. هي ذكائها في الحركه، هي ذكائها في الحركه. يعني هي بدات تدير رينج، يعني مثلا نفترض ان طولها مثلا 3 سنتي لو ضغطتها تبقى 2 سنتي بقت عامله زي السوست. دي تديني الليونه لما نشوفها هنا راكبه في الرقبه، الحقيقه بيبقى منظر بديع جدا يعني. يعني والتقدم ده رائع يعني. هي خاصه بالرقبه برضه لان في ناس كثيره جدا بتفكر ان دي تنفع في الظهر، لا هي ما بتنفعش في الظهر، هي ديت مخصوصه لان ديت مايكرو منفوع مخصوصه للرقبه. مايكرو يعني صغيره، مايكرو صغيره بالظبط. وكل الداينامكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن، هي عشان تثبت وتسمح بالحركه. بتتركب ها في نقط اتصال بجسم الفقره، والمسافات اللي هي بتاعه الغضروف نفسها بنبقى سايبينها واخد بال حضرتك. طيب احنا عايزين نتني رقبتنا تتني تنزل عامل زي السوستر بتاعت العربيه، زي المساعدين بتاعت العربيه كده. ها طب بتفرد، انا برجع رقبتي لورا بتاخدني الى ورا تاني تماما وتديني نفس المساحه والرينج اوف موفمنت بتاعتي تمام جدا. بنستخدمها دي اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعه العمود الفقري، يعني مثلا اصابات الخبطه، الكسر، الشرخ، الزحزحه الفقريه، اقدر اعمل ده. لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضاريف حتى معاها زوايد عظميه وتكلسات غضروفيه نقدر نعمل ده بالمناظير وركب غضاريف البديله. الغضاريف البديله الحقيقه يعني كل المراجع العلميه النهارده هي اللي بتتكلم على ده. هو ده، بلاش شرايح، بلاش مسامير، بلاش تثبيتات، بلاش استبدال. صنعوا الغضروف ده، ده غضروف دلوعه قوي ومتحرك وجميل زي اللعبه كده. غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعه. يركب الغضروف خلاص دخلنا بالمنظره اهو، وصلنا عند جسم الفقره، نشيل الغضروف الاصلي اللي كان تالف من جوه، نقوم مركبين ده. تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزه، وبنقيس مسافات وابعاد عمق وعرض واتساع ونشوف ده. الغضروف ده مكون من اجزاء، يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروديسك. البروديسك ده غضروف متحرك حديث جدا، وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين. يعني لو انا عندي 4-5 غضاريف ده ما بننصحش بيه لان ده بيبقى ضعيف. طيب الماده بتاعته ماده اسمها تيتانيوم، بس اتعمل متغطى بماده، يعني هم بيستخدموا فيه حاجه اسمها نانو تكنولوجي دلوقتي. الماده المغطيه والمبطنه لهذا الغضروف قابله للالتصاق بالعظم الطبيعي، بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن. المعدن الطبيعي العظم يكس عليه لكن ما يلحمش معاه، ده بدا يلزق معاه، يعني معمول بتكنولوجي معينه بحيث انها تمسك فيه، تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا. كل دي الالات بتاعه التكنيك ان انا ازاي اركبه وازاي اظبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا. طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤيه، ما نقدرش نعمل ده عمياني كده، ده انا بشوف بالمنظار بتاعي وعلى شاشه كبيره جدا. ده دور المنظار بقى. وفي نفس الوقت انا بصور بايمج، يعني انا على جهاز اشعه، لان المنظار بيديني الرؤيه الاماميه لكن ما يدينيش العمق. علشان اجيب العمق، وخاصه احنا بنشتغل بحاجات دقيقه جدا وقريبه من حاجه ادق اللي هي الحبل الشوكي. لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين. دايما بيبقى معايا جهاز ايمج
يصور وانا جوه العمليه. انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل 2 مللي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف. واحنا جوه العمليه عشان نامن العينه دكتور ايمن بيبقى عندنا كميه من السلوك والوصلات عامله زي بتاعه رسم القلب كده بس على العضلات نفسها. بحيث ان انا لو انا قربت ان انا المس عصب يديني الارم يقول لي الحق. الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطا يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجه. وده كان بيحصل في العمليه وده كان بيحصل وما زال لحد النهارده في مشاكل لما الاجهزه دي ما تبقاش موجوده. ايوه يعني عشان كده العلم ما بيسيبش مجال للخطا النهارده الاخطاء البشري يعني بحاول اقللها جدا. لكن طبعا تبقى القصه بقى طب انا هعمل ايه بعد العمليه يا دكتور او انا اخباري ايه بعد العمليه هتحسب بنسبه قد ايه. السؤال ده اجابته عند حضرتك انه احنا بقالنا قد ايه تعبانين سيبنا نفسنا كام سنه من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظه اللي احنا بدانا فيها مشوارنا مع العمليه. مش عايزين نبص بعيد شويه يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنه فاتوا. لا معلش هنتحسن تدريجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت. ممكن نوصل لست شهور ممكن نوصل لسنه او اكتر لان دايما بنقول القاعده الطبيه في اي مرض او اي اصابه مده الشفاء هي المده بتاعه المرض. طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحلة ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف ده انا الفقرات تأكلت معايا ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا. التقنيات الحديثة هتحلل جزء من الموضوع لكن في جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني هو لازم يقوم بدوره برضو معايا يعني لازم يبدأ يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعادة تأهيل العصب او اعادة تكوين العصب من جديد. لان احنا عندنا الاعصاب الطرفية ممكن تتجدد بس دايما انت عارف دكتور ايمن العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعه قد ايه. احنا دايما بنحسب مساحه يعني لو عندي العصب اللي بيغذي الصبعين دول هو اللي متاثر من هنا من الرقبه المسافه دي مثلا تعملها 60 سنتي او 70 سنتي. المسافه دي عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى بحسب بدايه العصب واول وصوله للعضله. السنتي الواحد ياخد 40 يوم السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر. طب لو انا عندي 40 سنتي اضرب انا محتاج 40 شهر 40 شهر دول 5 سنين عشان يرجع تاني عشان يرجع ما اصل القضيه مش بتاعتي انا مش عارف اغير العصب. انا بشيل الضغط اللي عليه وعندنا وسائل متعدده جدا يعني في شوف الشرايح اشكال والوان واحجام والكبير والصغير ودي الحركه هي بتتحرك وبتمشي يعني الطب بيحاول يقدم الحلول. بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري كل ما يغنينا عن استخدام التكنولوجيا المعقده دي. طيب هو الغضاريف ممكن تتعالج من غير عمليات؟ احنا دخلنا في العمليات لان الحالات المعقده هي دي. في غضاريف بتتعالج 80% من الغضاريف بتتعالج من غير عمليات بس تعالى لي امتى بدري ناس كثيره جدا وتسمع التعليمات ناس كثيره جدا بتحفظ الجمله دي يقول لك انت حضرتك مش بتقول او الدكاتره بيقولوا ان الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. ايوه بس كمل الجمله مش لا تقربوا الصلاه بقى كمل الجمله. احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طابور الشفاء واسمع الكلام المطلوب مني. ده المطلوب يعني لو انا مطلوب لي تدخل مينيمال انفيزيف النهارده اسمع وانفذ هذه حقيقه هذه مثلا حقيقة. يبقى انا دخلت بمنظار دخلت في يوم وروحت في الموضوع ما بتكبرش لان كل ما بننتظر اكتر الحل جاي والتدخل وارد هيحصل والله يا فندم. الحكايه دي سببها الاساسي برضو انه ناس كتير بتنقل خبرات غير حقيقيه يعني فكره بقى ودي برضو عايزين نختم بيها يعني اللي هو لا ما تروحش اصل انا سمعت الاعلام ساعات يروح جاي مخبط ويخبط في فرع من الطب تلاقي الطب كله تاثر يعني مثلا ممكن قوي يخبطوا في التخدير فتلاقي مساله اثرت عليك يعني بص لو عيان داخل لك يكلمك في التخدير طب يا سيدي انا احنا بنتكلم في المخ والاعصاب والتخدير ده ما هو ناس رائعه برضو يعني حصل مشكله صغيره مع المستشفى ان مثلا في مريض ما دخلش وعمله مشكله في الفيسبوك كده لان الحقيقه الفيسبوك ده ضلال كله الحقيقه 90% او اكتر من 90% ما فيش فيه اي وجه بالحقيقه الحقيقه وبنعانيها يعني يعني بجد الحقيقه يعني يعني واحد يبعت اشعه وعايزك تعالجه وتديله مش عارف ايه على الاشعه يا فندم احنا مش بنعالج اشعه لا لا ده دي عندنا احنا عندنا موقع على الفيسبوك بنستقبل اسئله بيجوا ناس عايزين بقى ايه روشتات وبتاع لا احنا ثقافه ده موقع ثقافي وبعدين انا بعرفك ايه اللي موجود وازاي تحله مش بقول لك تعالى حله لك تحله عندي او عند غيري بس احنا عايزين نرفع من مستوانا الفكري لما يبقى انا عندي غضروف قطني في ظهري او غضروف في رقبتي او تمزق في عضله او كسر في فقره اتعامل معاه ازاي. دي النصايح العامه لكن ما اقدرش كل حاله بتختلف بناء على الفحص بتاعي لان زي ما شفنا حالات عندها اربع غضاريف في رقبتها وحصل ضمور في الحبل الشوكي الاشعه مبينه ضمور في الحبل الشوكي ومبينه ان في اربع غضاريف
وفقدنا الحركة. أجا بص بقى في الفحص قلت العضلات حصل ضمور، العضلات بيحصل لها فيبرليشن كده دكتور أيمن أنت عارف، خلاص بقى حصل لها أتروفي. طب ده لو عملت له عملية هينفع له العملية؟ لا مش هيستفيد. مش هيستفيد. ساعتها أقول له لا إحنا وصلنا لمرحلة إن ما عادش ينفع عملية. أول كلمة هيقولها لك شوف الدكتور ما بيعرفش الدكتور ده فاشل ما بيعرفش يعالج الحاجة. بالعكس الدكتور ده عنده ضمير. ما بصش. لا هو لو ما مش عنده ضمير هيقول له هات طيب ده بيحصل لك وطلعك. ما ده بيحصل. ما هو ده برضو زي ما حضرتك بتقول بتبقى حالة بتعم على ناس كتيرة جدا. بيحصل بقى إن ربنا يوعده بحد يقول له طه أنت لك عملية، يعمل عملية أصل هو ده غير راضي على نفسه ولا على مرضه. يطلع بعد العملية لقاها ما عملتلوش حاجة. اوعى حد يعمل عمليات، ده انا عملت العمليه وما نجحتش وفشلت، او عملت العمليه وما تحسنتش. ما هو القضيه في الاول ايه الماتيريال اللي احنا بدانا بيها، ايه الـ 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 الخامه اللي احنا اشتغلنا عليها، هل العصب كان كويس، الحبل الشوكي كويس، ممكن الحقه، ممكن ارجع الدوره الدمويه بتاعته. الكلام ده كله لو متاح هتطلع نتائج هايله جدا ان شاء الله رب العالمين. انا وعدت الناس بوجبه علميه رائعه بس انت قدمت لنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه، وكالعادة بنستمتع جدا بأسلوبك العلمي الرائع جدا في الشرح والانتقال من منطقة التشخيص إلى منطقة الأعراض إلى منطقة العلاجات واحتمالاتها بطريقة فيها من الرشاقة العلمية ما هو معهود عنك، وفيها من المصارحة في الجزء الأخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما. فلازم نكون صراحة مع الناس في أنه لازم يهتموا بصحتهم، ونحن نتحدث عن الجراحة الأكثر دقة، الجراحات الأكثر احتياجا عند الناس، جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. نحن نتحدث عن الجراحات اللي ما فيهاش مليمترات وما فيهاش رفاهية لا الاختيار التوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا التايم بقى بعد أجازة الأولاد. الكلام ده ممكن يتعمل في حاجات تانية كتير قوي، لكن في المخ والأعصاب والعمود الفقري والغضاريف ومشاكلها ناو مين ناو الآن، يعني الآن الكلمة دي لها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلب ناس كتير هنا، لكن في الطب لا دي حقيقية. ناو تعني الآن، الآن فعلا. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي كان مبدعا كالعادة في الدكتور. خليكم مع الدكتور. هذه الساعة المباركة ساعتي تشبرك. شلونكم؟ إن شاء الله مرتاحين. الحمد لله تمام. إلا وين العروس؟ اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعه في اي مناسبه عجبتك جدا، فانت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصيه كمان كويسه ولا لا. حق كل واحد يعني مش هننكر يعني. فقربت مساء الخير ازيك اخبارك ايه، احنا زملاء في الحته الفلانيه، احنا قرايب العريس، لا انت قريبه العروسه. بدات تقول لك مش عارف ايه، بانت سنانها. في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده يا ده النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول. سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجه زي ما حصل في الموسيقى كده. الموسيقى كانت ماشيه ناعمه وجميله ورومانسيه وكلها حنيه، وفجاه راحت الايه داخله على طول، تبص لها الريتم وقع مره واحده ودخل الرئه، الطبله بدات تقف، دخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين. خلاص انت فجاه شفت حاجه مش عاجباك. ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوه قوي، انا بقول لك لو السنان مش حلوه خالص انت شايف، لكن فيها عيوب، فراغات، ابتسامه لسويه خفيفه،
كل دور كده جوانب سودة فلجة زيادة عن اللزوم. فأنت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي يعني مش مركز تقول السنان دي مش حلوة، كان في حاجة مضايقة عينك، السنان بتضايق العين، فبرضه هتلاقي الإعجاب اللي كان موجود بعد ما بدأت تتكلم تقول كده جملة لواحد صاحبك يقول لك يا أخي أنا كنت نفسي أكلمها أو طول الفرح ولا طول المناسبة يعني عجباني جدا، أول ما رحت اتكلمت معها في حاجة ضايقتني فيها، أو العكس البنت برضه تقول كده ده كان الواد يعني لافت نظري جدا أول ما بدأ يتكلم، بس مش عارفة قلبي انقبض منه. السر غير الشخصية ممكن تكون السنان، السنان مهمة جدا فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح دكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية، لا طبعا المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مكادي، أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. هبدأ الأول، هل فعلا عيوب الأسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته؟ طبعا بلا شك. أنا هقول لحضرتك على حاجة. تخيل كده لوحة جميلة رسمها رسام مشهور جدا، وفي آخر الرسمة دي في بقعة أو نقطة من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازلة في النص. هتلاقي العين سابت اللوحة دي كلها وبصت على النقطة السوداء دي. مبدئياً طبعاً الأسنان هي الفيرست إمبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعاً إن هي مدخل الأكل فهي أساس صحة البني آدم. فلما البني آدم بيتكلم وهو شكل اسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجله، ان الحياه عنده مش ماشيه باسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكره مش كويسه عن البني ادم ده. فطبعا اي حاجه في التابلو ده لما تبقاش حلوه بتلفت عينيك وبتدي لك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعه مثلا السنه المفقوده شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنه رايحه اول ما تبص له تحس ان في حاجه غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجه بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنه في النص ناقصه، عينك هتروح فين؟ هتروح على الحاجه اللي ناقصه. ده من ناحيه الشكل. طب نيجي من ناحيه الصحه، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجوده فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدا العظم ده يكش، بيبدا العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش، ايه اللي هيحصل؟ يبدا يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجاعيد بتاعه الوش، يبدا البني ادم يبان اكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعه ويعوضه عند دكتور الاسنان عشان ما يبداش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالاضافه ان احنا بيبدأ عندنا طريقة المضغ ما تبقاش مظبوطة، اللي هي بالتالي بتأثر على مفصل الفك، نبدأ نسمع صوت طقطقة، نبدأ يحصل تآكل في مفصل الفك. ليه؟ لأن حصل التهابات للأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الأسنان. خلي بالك يا دكتور أيمن إن الأسنان دي كلها في حالة حركة، اللي مثبتها في مكانها كل واحدة سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. طب إحنا لما نشيل سنة من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده،
فحصل فبالتالي يحصل خلل في رصه السنان الموجوده دي، تبدا السنان اللي قبليها تميل ناحيه الحته الفاضيه، تبدا السنان اللي قصادها تطول على حساب الحته الفاضيه، يبدا الثبات او الاكويليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغة العضة نفسها هتبوظ اكتر، فالمفصل هيبوظ اكتر، فانت دمرت الدنيا كلها. اذا تعويض السنة ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا احسن حل لتعويض الاسنان هي الزراعة، ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعية محطوطة بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين، وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعة كلمة تخوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمة ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثة في زراعة الأسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لأن زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحة كبيرة، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعه الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعه الورق كده، فتحه بملي بنبدأ نشتغل منها كل قصة الزراعة دي من غير أي مشرط ولا خياطة بعد كده، أو ممكن نستخدم الليزر يعني نفتح لنا فتحة برضو صغيرة نقدر نحط فيه الزراعية ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجة السطح نفسها بقت عالية جدا، بقت بتحفز العظم أكتر، بقت عاملة زي المغناطيس اللي بيحفز العظم إن هو يبني على الزراعية نفسها، فديتنا نتائج عالية في وقت أقصر من غير تعب ولا ألم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا، كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلانت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول، ده احسن حاجه، لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء، فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زراعيه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. كمان معالجه سطح الزرعه دي اللي هي الزرعه اللي هتزرع دي، الزرعه اللي هتزرع اللي هو المسمار اللي هنحطه، المسمار ده معالج بالصدق. معالج طبعا، هو مش مسمار من عند الحداد يعني لا، هو بيبقى معالج وليه ديزاين معين، ان هو لما تيجي تربط الزراعيه بشكل معين العظم يعشق جوه الزراعيه عشان لما يمسك يدينا الثبات العالي في وقت اقصر. ده اللي برضو خلانا بعد كده نقدر نعمل حاجه اسمها immediate اللي هي immediate implant immediate load، ان هو المريض يخش يحط الزراعيه بتاعته ويخرج بالسنه بتاعته في نفس اليوم. يعني انت ممكن تحمل، نقدر نحمل دلوقتي اذا كانت العظم ليها مواصفات معينه. عندنا عظم كويس، دنسيتي بتاعته او الكثافه بتاعته كويسه، طوله وعرضه وسمكه، الكلام ده كله طبعا بنعرفه الاشعه المقطعيه. فيجي واحنا بنربط الزراعيه بنلاقي التورك بتاع الزراعيه عالي، فبنقدر نحمل على الزراعيه في وقت صغير. قيمه الاشعه المقطعيه في الزراعيه، الاشعه المقطعيه هي اساس التشخيص عامه. يعني انا مش عارف الدنيا قبل الاشعه المقطعيه كنا بنتعامل ازاي. طبعا العلم بيتطور وكل شويه تقول احنا كنا بنعمل كده ازاي، يعني احنا دلوقتي بنقول الناس من غير موبايلات كانت بتعمل ايه. فدلوقتي الاشعه المقطعيه اللي هي بتقطع لنا الفك لترانشات صغيره في كل اتجاهات، يعني عندنا بيجي لك فيو من قدام لورا مقطع، عندنا فيو من تحت لفوق او فوق لتحت مقطع، عندنا فيو اللي هو الكروس سكشن كده اهو، فتقدر تمسك كل حته صغيره تكشف بقى على الاعصاب بتاعت السنه، على تسوسات السنه، تكشف على العظم اللي انت هتزرع فيه، هل العظم ده طوله وعرضه وسمكه والكثافه بتاعته كويسه، هل ده دلوقتي هل انا اقدر ازرع دلوقتي حالا ولا محتاج ستاب قبل الزراعه ان انا ازرع عظم وبعد كده استنى عليه واحط الزراعيه وبعد كده الدنيا في الاخر يوصل بسنينه كامله. فكل ده عن طريق الاشعه المقطعيه، ما كن يعني هو ده اللي خلانا نعرف الكلام ده. قبل كده كانت الحاجات ال2 دي، الاشعه المقطعيه طبعا 3 دي ثلاثيه الابعاد. ايام ال2 دي انت كنت بتشوف بلان واحد بس، بتشوف المنظر عامل كده، لكن الدبس بتاعك كان عامل العمق مش العمق مش موجود. ايوه فهو ده اللي وصلنا للنقطه دي. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما بقول شريكي في الاخر، شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه
لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص، انا لو زرعت له زرعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام، ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل، نوزع التحميل، يعني نوزع الزرعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزرعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زرعات، ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته، وبعد كده الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته، لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته، قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم، ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك. اقل سمك للزراعيه، في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3. فاحنا لازم 3 ملي ملي، فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي؟ لا سنتي، لا 3 ملي. سنتي سنتي ده حاجه ايه ده لا مؤاخذه، 3 ملي. فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند. يعني لو احنا قلنا يبقى إذن العظم لازم يكون سمكه المفروض ويس. يعني قول 5 مثلا ملي، 5 ملي، ما هو 3 و3 ملي وملي وملي، يبقى ادي 5. فاحنا الناس دي لفت على كذا حته قالوا لها انت ما ينفع لكيش زراعه اساسا. فاحنا اخذناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم، انت ما عندكيش عظم هنخلي عندك عظم. بدانا نزرع لها عظم في كل حته، بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش، فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا، واستنينا عليها 5 شهور. بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور، وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه، كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطعمه المتحركه. وخلي بالك الاطعمه المتحركه دي حاجه سيئه جدا، لان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعه الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كش. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمدة سنة وهم مش مثبته له. هو بيقول لي الحتة دي بتلخلخ بس هم ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسة. طبعا في الاكس ريز في الاشعة المقطعية هو كان بيعمل بانورامات، فمش باين ان في حاجة كسر هنا في الحتة دي. هم ثبتوها، مفتكروا ان السنان اتحركت مكانها، واحنا لو فعلا لو سنة نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفترة هتثبت. لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه، كملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا وثبتنا له الكلام ده كله، وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله بقى حلو جدا. وبياكل عليها وزي الفل. وزي الفل. ياكل حاله صعبه. جدا طبعا. هي الفكره كلها هو ليه عانى لمده سنه؟ عشان ما فيش دايجنوزس اتعمل له مظبوط. لو اتعمل له الدايجنوزس مظبوط بالاجهزه المظبوطه زي الاشعه المقطعيه هنقدر نوصل للكلام ده. برضو دي حاله فقد كل سنة. الحاله اللي فاتت دي هي دي كان يعني استخدمنا فيها تكنيكس كتير جدا عشان نوصلها للوضع ده. مبدئيا هو من فوق لتحت ده اخد 2.5 شهر تقريبا. احنا رفعنا الجيوب الانفيه واستخدمنا الزراعات المايله، في تكنولوجي بتاعت الزراعات المايله، لو انت عندك عظم صغير بتحط الزراعيه بميل معين وبيكون ليها راس بتاعتها واخده انجل معين تبقى طالعه لك في الوضع اللي انت عايزه في الاخر. فبدانا رفعنا الجيوب الانفيه فوق وحطينا الزراعات بتاعتنا. طبعا معظم الحالات بنشتغلها
كلوز ساينس ليفتنج اللي هي بنرفع جيب الانفي من غير ما نفتح. بس في حالات بنضطر ان احنا نفتح ونحط العظم بتاعنا ونقفل تاني. تمام، هنا ما استخدمناش غير الكلوز ساينس ليفتنج، واستخدمنا زراعات المايله تحت لان احنا كنا قريبين من الاعصاب. ولو حضرتك اخدت بالك ان في التركيبه اللي تحت احنا معوضين جزء من اللثة، لان احنا الفيرتيكال دايمنشن اللي هي العلاقه من الانف للدقن لما تقل عن المفروض هيبدا يحصل لنا الرينكلز اللي بتبان دي بان الرجلك بالظبط كده اهو، وغير كده يؤثر لنا على مفصل الفك جامد جدا. فاحنا لما بنيجي نقيس له ساعه التركيبات والكلام ده كله، لقينا ان احنا لو عملنا حجم السنين عشان يعوض الفيرتيكال دايمنشن دي، السنين هتبقى كبيره قوي. فبنبدا نعوض جزء من اللثه في التركيبه بتاعتنا الثابته عشان خاطر نوصله للنتيجه ان دي لثه صناعيه. دي لثه صناعيه اللي احنا شايفينها هنا، عشان محدش هيعرف انها صناعيه خالص، احنا بس اللي عارفينه هو. تمام، ليه؟ عشان شكل السنان يبقى حلو ومرسوم حواليها اللثه كويسه ويقدر ياكل على اسنانه والدنيا تبقى زي عشان يبقى بس لانه شكل اللثه لازم يبان شكل بالظبط، لان احنا الكادر بتاعنا اللي بيبان هي اسنان ليها اطوال شكلها كويس على وش البني ادم مرصوصه رصه معينه، جزء من اللثه بيبان اللي هو من 0 ل 3 لان اكتر من كده هيبقى ضحكه لثويه. فاحنا عايزين المنظر ده كله يبقى باين بالشكل المظبوط. مش مشكله هو كان عمره قد ايه، مش مشكله هو خسران سنانه بقاله قد ايه، مش مشكله اي حاجه، احنا المفروض نوصل له اللي هو عايزه. بالظبط. وهنا العظم بتاعه سمح ان احنا نحط تركيبات، عدد من التركيبات فوق ده. انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، المشكله ان الثقافه الجيل الجديد كله بقى فاهم ان احنا لازم نروح على طول نزرع لو حاجه فقدناها. في ناس اللي هي من زمان ما عندهاش الثقافه دي، فطول ما هو سايب سنانه من غير زراع او تعويض بيبدا العظم يكش يكش يكش. فمعظم الناس دي بنضطر ان احنا نحط لهم عظم عشان خاطر نرجع لهم مساحه او كميه العظم المناسبه عشان نحط فيها الزراعيه، لان ده نجحنا. وهو في الاخر احنا مش عايزين نتعبه وندخله في قصص تانية، احنا عايزينه يوصل لاحسن نتيجه من اول مره. هنا برضو هنا نفس القصه برضو زراعات كتير. دي بس دي اشمعنى الفك الفوقاني هو اللي راح؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دي في بلدها الوعي الطبي مش عالي قوي، التكنولوجيا مش عاليه قوي، فهم كانت كل حاجه بتبوظ بتروح تخلعها. على فكره دي مش كبيره في السن، دي عندها حوالي 43 سنه، صغيره جدا في السن. خلصت بقها كله خلع ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ويجي يقول لك احنا هنركب تركيبات ثابته نعمل كوبري وبتاع، ما يتعملش مظبوط فيسرب فيبوظ سنتين تانيين، فيقوم ساحب السنه اللي بعديها فيسرب فيقوم ده، لان هم مفيش تكنولوجي يعني الطباعه ثلاثيه الابعاد، مفيش فكره السارك، مفيش فكره الكات كام اللي هي بتدينا التركيبه المحكمه اللي مش هيخش حاجه على السنه اللي هي هتبوظها واحنا مش عارفين. فسحبت سنانها كلها، وبعدين طبعا كان عندها اكتئاب وكان عندها مشاكل اسريه بسبب ان هي ما عندهاش سنان، والعظم بتاعها كله كشل ان هي قعدت فتره طويله. فدي برضو اخذت مرحلتين، مرحله زراعه عظم ومرحله بعد كده حطينا الزراعات دي، وبعد كده مشيت بسنانها وكانت مبسوطه جدا جدا. يعني اعتقد ان هي كمان يعني الثقافه لازم تزيد في عمليه الزراعه دي بس. جدا. وبعدين يا دكتور ايمن الزراعه على طول في تطور. في يعني في حد بيقف عند فكره ان انا بعرف ازرع حاجه ستريت فورورد، عندي شويه عظم احط فيهم مسمار وخلاص. في حد بيقدر احنا هنرفع الجيوب الانفيه، في حد يدي الحل للي ما عندوش حل في حته تانية. فاحنا دايما بنحاول نطلع الحلول للناس اللي ما عندهاش حل في مكان تاني. الزراعه المواد المستخدمه بقى في التحميل تختلف؟ يعني كتركيبات تركيبات طبعا بتختلف. عندنا انواع من التركيبات كتير جدا، من اول البورسلين بتاع زمان، بس احنا بطلنا نستخدم البورسلين كبورسلين بالمعنى المفهوم. زمان كان بيعمل ايه فني المعمل؟ كان يجي يبني الشاسيه بتاع البورسلين ده. البورسلين ده بيبرع عن معدن كوبالت كروميوم وعليه بورسلان. الاول بيجي فني المعمل يوم بني شمع، وبعد كده يدخله في جبس ويعمل له مخرج ومدخل، ويحط الكلام ده في الفرن، يسيح الشمع يخرج من المخرج، يحط معدن من المدخل، وبعد كده يسيبه ينشف يطلعه، وبعد كده يبني عليه البورسلان. مشكله القصه دي كانت ايه؟ اول مشكله عمر ما ايد فني المعمل هتطلع اكيوريت ان هو يبقى محكم 100%، فلازم هيحصل ليك، لازم هيبقى بتسرب. تمام، دي اول نقطه، بدليل ان الرسام لو جبنا رسام مشهور جدا وقلنا له ارسم نفس اللوحه مرتين عمرهم ما هيطلعوا ايدنتيكال. تمام. الحاجه الثانيه التمدد والانكماش بتوع المواد المختلفه تحت تاثير التبريد والتسخين مش زي بعض. فده كان بيعمل لنا ليك تاني،
فلما ظهرت فكره ال 3D printing اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد اللي هو انا هصور الكوبايه دي ماشي هدخل على الكمبيوتر شويه اوردرز هطلعها الناحيه الثانيه من اي ماده معينه تتخرط بنفس الدايمنشنز بالظبط اكيوريت ده ادانا نتائج 100% مفيش تسريب. فاحنا بطلنا نستخدم البورسلين بقينا نستخدم الحاجات يعني بقينا نعمل الميتال ده بقى يجي في صوره بلوكس بيتخرط وبعد كده يتبني بورسلين. بس بقى لسه عندنا مشكله ثانيه الطبيعيه. احنا طول ما احنا بنضحك سبحان الله السنه بتاعتنا ترانسلوسنت فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء تمام. الحاجه اللي جواها ميتال بتقفل الضوء ان هو يعدي. فدايما اللي حاطط تركيبه بورسلين فيوست ميتال لازم هيبقى في حاجه قطف الضحكه بتاعته حاجه مش طبيعيه تفتقر للطبيعيه. فبدات الابحاث تتطور في صناعه التركيبات الثابته فوصلنا للزركون. الزركون ده حجر بيتعمل منه التركيبات الثابته دلوقتي عنده نفس الاستنس نفس القوه بتاعت السنه الطبيعيه عنده نفس الترانسلوسنسي نفس الشفافيه هو مش شفاف هو بيعدي الضوء بس بتاعت السنه الطبيعيه فدانا شكل جمالي كويس جدا وشكل طبيعي. هل احنا وقفنا عند كده بقينا بندور طب احنا الزركونيوم ده بنعمل منه سيكنس او سمك 1 مليمتر ده اقل حاجه يعني احنا محتاجين عشان نركب كراون طربوش على سنة ان احنا نبرد من كل ناحية السمك الواحد ملي. أيوه. فبدأ دخلنا في قصة الاي ماكس بدأنا ندور على حاجة تانية ان احنا ناكل من السنة اقل فلما نركب الكراون عليها ما نبقاش بوضنا ستو ستركتشر بتاع ربنا اللي هو جسم السنة اللي ربنا مديهولنا فالدنيا بقت كونسيرفاتيف اكتر بقت محافظة اكتر. طب احنا لسه طمعانين احنا عايزين حاجة جمالية اكتر واكتر نزلت فكره الزركونيوم المالتي لايرز متعدد الطبقات. حضرتك يا دكتور ايمن لو بصيت في المرايه هتلاقي ان السنه قريب من اللثه اغمق سنه من الاطراف. ايوه هتلاقي ان السنه قريب من اللثه احنا قلنا ان هي ترانسلوسنت بتعدي الضوء هتلاقي ان هي معتمه سنه اكتر من الاطراف الاطراف شفافه اكتر بالظبط. فالتدريجه بتاعت الالوان مع الشفافية دي عملوا منها بلوك من الزيركونيوم بتبقى كذا طبقة فوق بعضيها عشان تدينا نفس الشكل ده. فبقينا نقدر نعمل سنة محدش يقدر يقولك ان دي مش طبيعية غير دكتور السنان ومش هو قاعد قدامك لما يقعدك على الكرسي ويكشف كشف دقيق جدا فيقدر يطلع ان دي سنة مش طبيعية. والعين على فكرة العين البشرية حساسة جدا طبعا دي تقدر تحس ان السنة دي تشوفها كده يقولك على السنان دي ارتفيشل بالظبط. احنا بندور على الطبيعيه احنا عايزين الناس تاكل بسنانها وفي نفس الوقت شكلهم طبيعي. الناس تاكل بسنانها ومحدش يقول ان هم عاملين اي حاجه حتى لو هو ما كانش عنده ولا سنه. على فكره المالتي لاير ده في دكاتره كتير جدا ما بتقدرش تطلعه على الكرسي السنان نفسه صعب جدا لان هو لو هو معمول مظبوط بيبقى نازل تحت اللثه سنه ويبقى واخد نفس تدريجه السنان اللي حواليه فمحدش يقدر يكتشف ان ده فيه حاجه مش طبيعيه موجوده هنا. هنا مثلا في الحاله دي حاله تركيبات دي حاله تركيبات. احنا كان عندنا في فرق في السنان كبير قوي تمام. فرق في السنان ده حد كانت عندها مناسبه يعني عندها جواز بتاعها قريب فهي عندها عقده من الموضوع ده وحصل مشاكل برضو بينها اسريه وبينها عندها في الاسره نفسها. فبدانا نحضر الاسنان دي صعب على فكره الحاله دي طبعا. ما انت خلي بالك لانه انت مش هتقدر تعمل سنتين تشتغل على سنتين ده تشتغل على سنتين مستحيل. مستحيل حضرتك خلي بالك احنا لو عملنا عوضنا السبيس دول على السنتين القداميين دول يبقوا سنتين قد كده اهو تمام رابط. فبتبدا تقسم المسافه اللي موجوده دي على الاسنان اللي حواليها ففي الاخر تاخد في الديزاين بتاعك رصه سنان شكلها حلو زي اللي تحت ما حدش يقدر يقول لها ان انت عامله حاجه لا شكلها طبيعي جدا وشكلها حلو جدا وسدت المشكله بتاعتها. وطبعا هي محكمه واكرت قوي ان هي تحافظ على السنان اللي جواها لازم تبقى عامله زي الجراب مفيش حاجه تخش للحاجه اللي جوه الكراون اللي هو قواعد تكوين الكراون تركيبه الكراون اهم حاجه فيها التقفيله دي اهم حاجه على الاطلاق التقفيله وبعدين الشكل لان التقفيله دي لو مش موجوده انا خسرت السنه اللي تحت بالظبط الشكل هيتظبط يا انا مستحمله يا هروح اظبطه في حته ثانيه لكن السنه لو مسربه لو التربوش مسرب باظت السنه بس تبوظ في قد ايه كل واحد غير التاني كثافه الكالسيوم في السنه نفسها عندي غير عند حضرتك غير عند كل واحد هي الفكره كلها ايه احنا مش هقول لك اكل لو انا بشرب عصير نقطه دخلت في الحته المسربه النقطه دي تعفنت ماشي بدات تطلع احماض ايه اللي هيحصل بعد كده السنان دي عباره عن كالسيوم
محطوط في مش في شبكه تمام، بيبدا الاحماض دي تاكل في الشبكه دي فتفرط الكالسيوم الموجود ده، بيبقى اسمه التسوس بعد كده تمام. قاعد اشتغل، لو انا السنه دي ميت العصب بتاعها انا مش هحس، فجاه وانا باكل طق السنه اتكسرت بالطربوش بتاعها. هو المريض مش هيبقى فاهم ده حصل ليه، بس هي حقيقه هي حصل ان ده مسرب. ده انا وافقت ان انا شميت ريحه وسبته، انا وافقت ان انا شايف فيه تسريب وسبته، انا وافقت على حاجات كتير قوي فوصلت لي النتيجه دي. التركيبات التكنولوجيا لعبت برضه فيها دور كبير طبعا. فكره الكات كام والسرك زي ما قلت لحضرتك الطباعه ثلاثيه الابعاد دي، بقينا ناخد بعد ما ناخد مقاساتنا بطريقه دقيقه جدا، في حاجات بناخدها بكاميرات وفي حاجات بناخدها بمواد معينه دقيقه جدا، بننقل الكلام ده على الكمبيوتر بيدينا الشكل السنه بالظبط عامل ازاي، نبدا نبني عليه الديزاين، نبدا نخرط بدقه عاليه جدا. وخلي بالك يا دكتور دي ده تايم سيفنج من الدرجه الاولى. احنا هنا شايفين في الحاله دي برضو حالات جايب حالات صحراء. انا جايب الحالات دي عشان اقول للناس ان دايما في امل. ما دي حالات صحراويه، انت عندكش سنين مش معنى كده ان انت مش هتعيش بسنانك. لا هنرجعك بسنانك بقيت حياتك. لا بس برضو تعمير الصحراء. تعمير الصحراء ده جامد جدا. هنا الـ كمان يعني ان انت بتالف عضه، ما انت ما عندكش عضه موجوده، دي من اصعب المشاكل. وهقول لحضرتك بصراحه لازم الديزاينر انا باخده معايا في حالات معينه لان دي شغلته. هو اللي عارف القفله دي هتبقى عامله ازاي. طبعا في طرق معينه بنستخدم حاجه اسمها فيسبو، فيسبو ده اللي بيدينا العضه في كذا اتجاه فنقدر نعمل عضه. ده بروجرام، ده بيتربط ببروجرام. يعني احنا بناخد العضه بطريقه معينه بتتربط ببروجرام معين فتدينا العضه في كذا اتجاه، فتقول لنا السنان لما تعمل لها الديزاين الفلاني لو عض يمين شويه او شمال شويه مش هيبقى عنده مشكله. دي تكنولوجيا دكتور ايمن، دي تكنولوجيا رائعه جدا. خدمت هنا زرع على كام زرع؟ يعني انا الصوره مش قدامي. الايه الصوره بس مش واضحه قدامي. لا دي على كام؟ على اربعه؟ لا دي كان سته. ستة ثلاثة يمين وثلاثة شمال، بس هي مش واضحة في الصورة شوية. مش واضحة لسه. طيب نشوف الحالة اللي بعديها بقى، نشوف الحالة اللي بعديها، لأنه الحالة دي برضو حالة صعبة بقى. دي سنة واحدة. دي سنة واحدة، ودي immediate، دي كان عندها جدر موجود ده تشيل وتحط له الزراعية. بس تعمل لها حاجة تانية غير كده؟ لا لا ولا أي حاجة تانية. هو ممكن نكون نظفنا أسنانها بس شوية، لأن احنا أي حالة بتخش لازم ننظف الفم عشان ده مليان بكتيريا، لو احنا مهملين فيه هتبوظ لنا اي حاجه بنعملها. فبننظف الدنيا وحطينا الزراعيه، بعديها بكام ساعه بقت ماشيه بالسنه بتاعتها. حلو قوي. ودي عملت ايميديت لو تعمل دي ايميديت، ودي كده كده كان برضو فرحها وعايزه تعمل ايه، بس هي المشكله يعني الناس تدينا وقت بدري شويه عشان خاطر تبقى الدنيا اسهل. دي بقى برضو من الحالات ده برضو الابيض. يعني موضوع ان احنا مفيش سنان بالظبط، وده برضو جاي لنا من بعيد. فكره برضو ان هو عظمه الناس قالوا له انت ما ينفعلكش زراعه اسنان، وهو كمان كان مهمل قوي في التدخين والكلام ده كله في حاله الفم الصحيه، فاضطرينا ان احنا نرفع له حاله الفم الصحيه بعلاج للثه والكلام ده كله. وبعدين حطينا الزراعات بتاعتنا، حطينا هنا بقى احنا ما حطيناش عظم واستنينا وحطينا زراعات، لا احنا حطينا العظم مع الزراعات واستنينا عليها 3 شهور وبعد كده عملنا له ديزاين مظبوط. وهنا انا فاكر الحاله دي عملنا حاجه ظريفه جدا، الاشعه المقطعيه نفسها وصلناها بالسرك ادت لنا ايه، او الدي اس دي ادت لنا ايه المكان الامثل اللي احنا نحط فيه الزرعات عشان خاطر لما نخلص السنان تتراص هيبقى شكلها عامل ازاي. فده قمه التكنولوجي، ان انا قبل وانا على الصحراء عندي ديزاين موجود ان انت هتحط هنا الشجره دي هنا وهنا 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 عشان اللوحه كلها تبقى شكلها كذا. في ناس عندها خبره شويه في موضوع زراعة تقول لك ماشي انا، بس سمعت انه الجيب ناس الانفي ناس دكاتره ولا ناس لا انا بتكلم عن الناس اللي رايحه تزرع يعني المرضى يعني، فيقول لك انا سمعت ان في قد تكون مشكله في الجيب الانفي، ودي كتيره لو احنا نازل. ودي كتيره لو احنا سايبين درسنا فتره طويله، وهنا تبدا بقى قصه رفع الجيب الانفي. بالظبط. ايه بقى قصه رفع الجيب الانفي؟ زمان كنا بنشتغل بطريقه واحده بس، ان احنا بنفتح اللي هي open sinus lifting، بنفتح في اللثة وبنعمل ويندو صغير نرفع الجيوب الأنفية بنحط عظم وبعد كده نستنى شوية ونحط الزراعية بتاعتنا. ده زمان. دلوقتي عملوا closed sinus lifting، ان احنا من الفتحة اللي هي رفع الجيب الأنفي بس من غير ما نفتح الفتحة. احنا قلنا في الأول احنا بنفتح للزراعية حاجة ملي صغيرة قوي بانش تمام،
دلوقتي بقت من الملي ده بنقدر بنفتح بنوصل للجيب الانفي، نبدا نحط مواد معينه سلاين وحاجات كده اهو، نرفع الجيب الانفي لفوق شويه، بعد كده نحط عظم فوق الحته اللي احنا فتحناها ما بين الجيب الانفي والفتحه بتاعتنا، وبعد كده نحط الزراعيه بتاعتنا بنجاح عالي جدا. دي في الحته دي احنا هنا بنخلط الماتيريالز اللي احنا بنحطها العظم والكلام ده كله، ده بنحط عليه سلاين وبعدين بنقوم كابسينه بطريقه معينه. ده بالتفصيل بقى. ده تفصيليا. تفصيليا. ازاي اكون العظم الصناعي؟ ازاي بنحط العظم بتاعنا في اثناء الساينس ليفتنج، الكلوز ساينس ليفتنج، في اثناء رفع الجيب الانفي وهو مقفول من غير فتح. اهو ده رفع جيب انفي. ده رفع جيب انفي بياخد وقت قد ايه قبل ما ده؟ بياخد 10 دقايق واحنا في وسط. ايوه لا بتكلم على بقى الالتهاب. احنا بقى بنسيب بقى القصه دي مع الزراعيه اللي احنا حطيناها بعد ما رفعنا الجيوب الانفيه، بنسيبها الوقت اللي هو 3 شهور لحد ما الدنيا دي كلها تمسك. هو ده سؤالي ان احنا نقعد 3 شهور بالظبط كده؟ ما ينفعش بقى في حاله زي دي حمل عظم. مستحيل. احنا قلنا عشان نحمل لازم عندي عظم بكثافه كويسه، طول وعرض وسمك كويس، نقدر نبدا نحمل، لان هو هيديني ساعتها تورك عالي وانيشال ستابيليتي عاليه نقدر نتعامل فيها. بس طبعا بيبقى في توصيات معينه للمريض في اول فتره. وديت من الحاجات اللي خلت حكايه الجيب الانفي اللي يمنعني من الزراعه خلاص سهلت الدنيا جدا. سهلت الدنيا جدا زي ما احنا شايفين، احنا حطينا الزراعيه والعظم كله مسك اهو، وبدانا نحمل على الزراعيه والدنيا بقت ماشيه كويس. طيب كلمني عن العضه بقى. العضه انا عايز نقف شويه عند العضه. اوكي. العضه لو ما اتعملتش مظبوطه ايه اللي هيحصل؟ هيبدا المريض ياكل بطريقه مش مظبوطه. هي على فكره العضه دي ناس كتير ما تفهمهاش، يعني ايه عضه؟ ده العضه ان هو في العضه دي بتبقى سنتريك، يبقى ان البني ادم بيعض في الوضع اللي في النص، واكسنتريك اللي هو في الاوضاع الجانبيه. العضه هي انه سنانك اللي فوق بتقفل على بعض. ازاي على سنانك اللي بالظبط كده؟ دي العضه. ماشي. عشان نقدر نطحن الاكل. والانواع اللي انا قلتها دي انواعها. اللي انا هحكيه دلوقتي هي مشكله العضه لما تكونش مظبوطه، وبرده النتائج اللي هتحصل دي هي نفس النتائج لما يكون حد بيجز فترات طويله من غير ما يتعامل مع الموضوع ده، هي نفس القصه اللي حد اللي هو بيتعامل عادات سيئه اللي هو مثلا يحط حاجه في بقه فيعض يقعد يعض عليها فتره طويله او يكسر حاجات في بقه او يفتح حاجات في بقه. ايه اللي بيحصل؟ نتائج الكلام ده بتبدا المريض يحس بيسمع صوت خروشه او طقطقه في المفصل بتاعه. ده بيبقى ايه؟ وايه تطوراته وهنوصل لايه في الاخر؟ ده بيبقى الغضروف موجود ما بين راس المفصل والتجويف بتاع الجمجمه اللي هو بايت فيه راس المفصل. موجود الغضروف ما بينهم. الغضروف ده مشدود باربطه وثابت في مكانه بطريقه معينه. ده مفصل الفك. ده مفصل الفك. عشان ايه؟ عشان يفضل الحركه هو ثابت، والحركه بتاعت المفصل فيه موجوده. ايوه. تفضل موجوده من غير ما يحصل احتكاك ما بين راس المفصل والعظم اللي فوق. نتيجه العادات السيئه او العضه المش مظبوطه او الكلام ده كله بيبدا الاربطه دي يحصل فيها التهابات شديده جدا، فيبدا الغضروف يتحرك مع فتحه البق وقفلته قدام وورا. اللي بتنتج عنها بعد كده صوت الطقطقه او صوت الخروشه. الطقطقه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى الغضروف اتحشر في حته معينه فزانق المفصل ان هو يفتح، وطق هو عدى من الحته المعينه دي. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو احنا سيبنا الكوز؟ احنا دايما عندنا في الطب بنقول ريموف ذا كوز، المسكنات والكلام ده كله دي حاجات انت بتشيل الاعراض. ماشي. لكن لازم نشيل الكوز. ايه اللي هيحصل لو احنا ما شلناش الكوز؟ اللي هو الكوز اللي هو العضه الخطا، سواء العضه الخطا او سواء ان احنا بنجز من غير ما نتعامل مع الموضوع ده، او سواء ان احنا مثلا بناكل لبان كتير قوي، او احنا بنحط حاجه نعضعض عليها فترات طويله. ايه اللي هيحصل لما احنا نسيب الكلام ده كله؟ هيبدا يحصل تاكل في الغضروف بتاع المفصل اللي موجود ما بين المفصل والتجويف. المشكله ان التاكل ده لو فضل موجود الغضروف ده هيقعد يتاكل لحد ما يتقطع. لما يتقطع هيبقى الفك علق وما بيفتحش ولا يقفل، ساعتها هنضطر نفتح جراحه. الجراحه دي نخيط فيها الغضروف ده ونثبته في مكانه. طب ليه نوصل للمرحله دي؟ لو احنا في الاول في المراحل الاولى هنبدا نشوف الكوز ونبدا نعالجه، يعني عندنا عضه مش مظبوطه نظبطها، نعمل نايت جارد في حاله الجز، نمنع العادات السيئه، ياكل اكل طري لفتره لو حد بياكل اكل ناشف والكلام ده كله. طب لو احنا عدينا مرحله وصلنا للطقطقه هنعمل ايه؟ بنبدا نرفع العضه بجهاز اسمه رافع العضه. العضه دي لما بتترفع بنعمل كده هو بالظبط. فنسيب
يحصل عملية الالتئام الطبيعية للغضروف في مكانه فيخف المريض ده. طب أنا عايز القصة دي تبقى permanent زي ما اتفقنا أو قلنا في الأول أن السنان كلها في حالة حركة، كل واحدة سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. طب لو أنا فتحت الثلاثة ملي إيه اللي هيحصل؟ هتبدأ السنان اللي فوق واللي تحت تطول بمقدار ملي ونص إحنا مش شايفينه بس هو موجود، بدليل ان انا لما هشيل الجهاز ده هلاقي فيه سبيس ورا بمقدار الثلاثة ملي دول اللي هما بعد كده هيتقفلوا لان السنان بتدور على بعضيها هتقفل بعضيها. فرفعنا العضة اللي ورا فحصل الهيلينج الكامل بتاعها فخف ومنعنا ان هو يتقطع ولا يتآكل اكتر من كده. الجهاز ده بيتحط قد ايه؟ ده بيتحط من 6 شهور لسنة ونص. في ناس بس مش على طول يعني لا 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 من 6 شهور لسنة ونص والجهاز ده هو بيتعايش كل يوم قد ايه يعني؟ لا بيفضل بياكل ويشرب وينام بيه اول اسبوعين بيبقوا مش ظراف بس بعد كده بيبقى حته منه، وبعد كده لما اجي اشيله حتى المريض بيبقى متضايق لمده اسبوعين كمان وتبقى الدنيا كويسه. النقطه كلها ان في ساعات الناس بتعالج الكلام ده بكورتيزون بكورتيكوستيرويدز وحاجات كده اهو، وده مش مظبوط لان انت هنا انت شلت الالتهاب ما شلتش ما عالجتش المفصل نفسه انت لسه عندك القصه موجوده. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل ايوه مبدئيا خلينا نتفق على حاجه. كل واحد ليه بصمته ليه شكل الكادر بتاعه ليه السنان واللسة والمربع ده ان هو يبان والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان انا هعمله الديزاين الفلاني انتر ركب. لا احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره على شكل الوش على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده انت ازاي يعني. لازم ابص للسة. طب انا اللسة عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لسويه لازم نبدا نعالج الضحكه اللسويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر او نبدا دلوقتي الباتوكس دخل في الموضوع او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحكه. تمام؟ ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمله افتح حاجه تليق عليه. لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه يعني عايزه سنان بيضة قوي. لا هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك، وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا احنا هنعمل حاجه تليق عليك لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟ هيقول له عاملها في الحته الفلانيه. احنا ما نطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه تقويم نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللسع حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده بتتعمل من الاي ماكس تبدا تتلزق على السنان بعد ما تعمل لها ديزاين تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف اكتر حاجه محافظه ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت ما بيتاثرش بالتدخين ما بيتاثرش بالاكل بالكلام ده كله لان التبييض بيرجع بعد فتره. فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات مفيش حاجه بتمشي كده وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه اقول لك ايه لغم حفره مش انت مش شايفها ماشي كده كلب يطلع يهبش يعني حاجات كده غريبه يعني واحد جاي يزرع لك مثلا يزرع سنان وفي مشكله مش باينه ما يبينهاش الا الخبره والتكنولوجيا الحديثه زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من اكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم كبير ومشكله لما بيتساب
بيحصل له تطورات مش كويس. ايه هو الكيس الدهني الاول وبيبدا ازاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخذ مضادات حيويه، عملت له خراج، اخذ مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه، وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده نوعه حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو الكيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج، بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. ايوه لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن. الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده الاطراف. الحته السودة دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السودة دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده، فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام؟ بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد، يعني كيس دهني فيه صديد، لحد ما يوصل لحاجه اسمها او كي سي اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معامله الاورام. يعني ايه يعامل معامله الاورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لان هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحله دي بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم. فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجوده. زمان البروتوكول بتاعها كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصل حوالي حته امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد والليزر، بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده ولما تحلل لقيناه ان هو او كي سي، بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمرة جاي هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدأنا نزرع عظم مكان الكيس. يعني احنا مشينا الاول الفينجرز دي، بدانا نزرع عظم في المنطقه دي. بدا العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينه عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابته بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصه دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السنه من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لايه. لا حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج العصب وصل لمشاكل في العصب وعمال بقى يقول لك انا مش رايح انا همشي بالمضاد الحيوي هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم، لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى، تلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه وهننضف كويس قوي وهنحط لك عظم وبعد كده نحط لك زرعات وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء
تم إعادة تعمير صحراء فم، مفيش سنان خالص في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهاردة ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة وفهمنا اللي هيحصل لو اتثابت، لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طبعا جدا طبعا. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم، اللي بيميز لقائي معاك كم العلم اللي انت بتشرح، كم علمي رائع للغاية. شكرا. وده مشاهد الدكتور انت بترديله يعني زي ما بيقولوا طبيعته، طبيعة مشاهد الدكتور مش أي مشاهد طبعا. طبيعة مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحلة يقولك لا انت ما ترتنيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا انتوا. دورت ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكادي كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور. افضل برنامج علمي الدكتور والناس الحلوة الدكتور أيمن رشوان. واستمرين وكملنا، ولم أستطيع أن أقول في هذه الأمسية الرائعة أننا حققنا معادلة صعبة بين الطرح الطبي الذي نراه دائما صعبا مملا أحيانا، وبين ما يتوجبه الأداء التلفزيوني من تشويق وإبداع. وأنا أمسك في يدي هذه الجائزة القيمة في هذا المكان الراقي والمهرجان الممتع، أستطيع أن أقول أننا نسير على الطريق. أشكركم وأحبكم وأقدركم وأتمنى لكم دائما كل الصحة والسعادة. الحقيقة التكريم جه في وقت مهم جدا بالنسبه لنا. انت عارفه الثقافه المصريه كانت في خطر، الثقافه المصريه فيما يتعلق بالوعي الطبي كانت في خطر شديد جدا، وبعدين الناس كانت هتتخطف ورا الدجل والنصب لغايه دلوقتي، والمنتجات اللي بتتباع في حتة غريبه تحت مسميات طبيه، وناس المرضى غلابه طيبين بيمشوا ورا الحاجات اللي هي اللي فيها دجل ونصب بيستسهلوا، وده غلط. ثقافه الاستسهال قلنا كتير انها غلط شديد جدا. احنا بنينا ثقافة عند الناس تفهم ازاي تتعالج، ازاي تفهم المرض، العلاج بفحوصات، بعلاج صح، باسلوب علمي منضبط. يجي بقى الجائزة دي تقولك ان انت ماشي على الطريق صحيح، ماشي على التراك الصح، ماشي على يعني الناس فعلا مصدقة الطب الصح، الطب المنضبط، الطب الاكاديمي، الطب اللي قائم على اساتذة في كلية الطب او استشاريين، ناس واخدين شهادات محترمة جدا. الحاجة التانية دي مهمة جدا اللي قدمناها، صورة الطبيب المصري للمجتمع العربي، ده مهم جدا. ربنا سهل ونكمل زي ما احنا ان شاء الله، رغم كل الصعوبات ورغم كل المعوقات اللي بتقف قدامنا، فأنا مبسوط فرحان طبعا جدا.